بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الحية والمباشرة، واليوم الثاني على التوالي هنا من مدينة فيرونا الإيطالية، من القرية الإيطالية للقدرة، وذلك لتغطيتنا هذا المهرجان الذي يحظى برعاية رئيسية من مهرجان سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة في موسمه السادس. قمنا بتغطية على الهواء مباشرة بالأمس لكأس سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك للفرق للسيدات لمسافة 120 كيلومترا، وكان فوز إماراتي خالص على المستوى الفردي لسيدات الإمارات، وأيضا على مستوى الفرق فازت بالذهبية أمس عفراء السويدي، وأيضا كان هناك كسر الرقم القياسي، طبعا الرقم القياسي بالنسبة للمشاركة في هذه السباقات. أما الفضية كانت نصيب الشيخة نجلاء الخليفة ممثلة لمملكة البحرين. أما البرونزية كانت لآية عبد الله الرضا، آية عبد الله الرضا عفوا، فازت بالبرونزية، وأتت علياء الخفاجي في المركز الرابع ليفوز المنتخب الإماراتي سيدات الإمارات بذهبية كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات. المهرجان مستمر مشاهدينا الكرام، والرعاية مستمرة لهذا المهرجان، طبعا مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. طبعا مشاهدينا الكرام، اليوم هناك ثلاثة سباقات. السباق الأول هو كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، طبعا تحت هذا المسمى هناك ثلاثة سباقات. السباق الأول لمسافة 120 كيلومتر مفتوح، وأيضا سباق لمسافة 120 كيلومتر للشباب والناشئين، وسباق الوان ستار نجمة واحدة 80 كيلومتر. طبعا مشاركة إماراتية في كل السباقات، وسوف نسرد كل المشاركات الإماراتية على مستوى السيدات وأيضا على مستوى الرجال في هذا في الثلاثة سباقات. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم متواجدين النقل كل كبيرة وصغيرة، سعود الرئيسي يتواجد أيضا هنا لرصد كل كبيرة وصغيرة بالنسبة على صعيد الفرسان ومشاركات الخيول. سعود تفضل، إليك الكلمة. شكرا لك مسعود، بداية نمسي عليك ومسي على ضيفك المدرب والفارس محمد السبوسي، ونتمنى التوفيق، ونتمنى للخيول أيضا كل التوفيق، ولخيول الإمارات اللي راح تشارك اليوم من خلال اليوم الثاني لفعاليات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، والتي من خلال مظلته أو تحت مظلته ستقام اليوم ثلاث سباقات كما ذكرتها: سباق 80 الوان ستار، وسباقين 120، أحدهما للجونيور والآخر المفتوح، واللي يمكن السباق المفتوح نحن اللي راح نفوكس عليه أكثر بحكم أنه أقوى وهو السباق الرئيسي لهذا اليوم. مسعود، تفاصيل كثيرة راح نسردها من خلال جولتي الميدانية، خلنا نقول في أرجاء القرية، سواء هنا بجانب خيمة مهرجان سمو الشيخ منصور أو في منطقة الفحص البيطري، أو حتى من خلال منطقة الدخول وخروج الخيول. الكلمة تعود إليك
حتى يجد جديد. نعم شكرا سعود يعطيك ألف ألف عافية. طبعا سوف نعتمد عليك بالكثير لأن العيون عندك، تحركات الخيول، تحركات الفرسان، أكيد سوف نتواصل معك على مدار النقل الحي والمباشر في هذا الاستديو الخاص لنقل المهرجان من مدينة فيرونا الإيطالية في إيطاليا، في قرية الإيطالية للقدرة. طبعا مشاهدينا الكرام يسعدني أن أرحب بمحمد السبوسي الفارس وأيضا المدرب في اسطبلات العاصفة. اثنين أهلا وسهلا بك، نرحب بك على قناة أبو ظبي الرياضية. محمد بداية تحدثنا عن تواجدكم هنا على مدار اليومين وهذه الأجواء الأكثر من رائعة هنا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحب نوجه الشكر لسيدي صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد على رعايته السباق اليوم، وأيضا ما ننسى الشيوخ اللي رعت السباق اللي كان بالأمس. نعم. ونبارك للمدرب يوسف البلوشي والفارسة عفرة السويدي، وأيضا الفريق البحريني اللي يعني نشاهد فيه تطور، وأيضا اللي حصل على المركز الثالث فارس آي عبد الله واسطبلات أمرم. نعم. يعني مثل ما تشوف أنت من سباق البارحة والسباق ملتحم تقول. نعم. بما أنك تحدثت عن إنجاز السيدات فلنتحدث عن عفرة السويدي وأيضا كسر رقم القياسي، يعني طبعا التوقيت كسر توقيت القياسي بالنسبة للمشاركة في هذا السباقات، كيف شاهدت مستوى درفتر في السباق؟ والله شوف نحن يعني أنا بشكل شخصي ما توقعت أن رقم قياسي يحصل بالأمس ولا أتوقع يحصل اليوم، لأن المسار الأرضية ما يناسب السرعة وما يناسب يعني لو يعني اللي تعرف عفرة حصلت يعني صابها كم من يعني نعم. تقول حوادث بسيطة صحيح واجتازت هالحوادث وردت وتقدمت وسبقت ويابت رقم قياسي، فعبارة ان مثل ما تقول توالف الحصان والفارسة، هذا يعني بصراحة الشيء يشهد عليه ويشكر عليه. نعم. بالنسبة لإنجاز أيضا منتخب السيدات فوزا بالذهبية أيضا لأول مرة بالنسبة لسيدات الإمارات، حكم أن مشاركة السيدات يعني كانت من فترة وجيزة في المشاركات الخارجية خصوصا في صيف أوروبا. والله شوف الشغل أكيد يعني إذا أنت حصلت على إنجاز على أول إنجاز أكيد هالشغل الإنجاز هذا جاء من الشغل متعوب عليه قبل. نعم. فأكيد كل مدرب جاهز على البطولة، وأكيد مثل ما تعرف البنات اللي اختاروهن حق الفريق يعني ما يكشي بسهولة. صحيح. فمثل ما تشوف المنتخبين اللي كانوا قريب على الأول والثاني على الميدالية الذهبية بين الإمارات والبحرين. نعم. فيعني تعرف من هذا الدليل إنه شو المنتخب الإمارات مجهزين حق هالبطولة والمنتخب البحريني نفس الوقت. نعم محمد، أكثر المنتخبات اللي حسيتهم أنهم غير منتخب البحريني والإماراتي جاهزين للمنافسة، حسيت هناك يعني مثلا تهديد قوي على المنتخب الإماراتي؟ والله شوف ومن إذا بتتكلم عن السيدات الفارسات ما بتحصل يعني أقوى منتخبين دائم ما نعم يكون نعم بين الإمارات والبحرين. نعم نعم. فحتى في عندنا سباقات في موسم الإمارات سباقات البنات المنافسة تأتي من إيه حتى البحرين. نعم. البنت اللي تركب شو اسمه الشيخ نجلاء. نعم. تركب عندنا في تركب عندنا في الإمارات. نعم. وتحصل على نتائج جيدة. نعم نعم نعم. فيعني في 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 السيدات ما في أي تهديد لين الحين. نعم. ما في أي تهديد اللي مسيطرين بين الإمارات والبحرين. صحيح صحيح. تحدثنا عن تواجدكم عن مشاركتكم ما شاء الله اليوم محمد، عن عدد الخيول اللي مشارك فيها ويعني نظرتك ما شاء الله الحين صار لك شهر ونص معسكر هنا في أوروبا، عن عملكم القادم إن شاء الله. طبعا ما نرمس عن الموسم اللي طاف ومدى رضاك، ولكن تحدثنا عن القادم إن شاء الله. والله شوف اليوم نحن شاركنا بأربع خيول. أنا جايب خمس خيول بس الخيل الخامس ما دخلنا السباق لأنه قبل الفحص ما يعني نحن مو مرتاحين من الحصان يعني بشكل عام. نعم. فقررنا ان ما نشارك به ولا نعرضه على الفحص. يا اما انت تدخل الحصان. نعم. 100% او انك ما تدخل لا تغامر به. فالهدف الرئيسي على مشاركتي اليوم هو اني اعد مجموعه من الخيل حق بطوله العالم اللي هي السبع سنوات. نعم. اللي حتى برعايه اسمه الشيخ منصور بن زايد. فانا اليوم اني اعد خيولي جهزا حق هالسباق ان شاء الله. نعم نعم نعم. ايضا ذكرت ان تلاقينا معك لاول مره على ابو ظبي الرياضيه، كانت في بطوله العالم لعمر سبع سنوات والان المره الثانيه هنا في الاستديو الخاص للنقل الحي. بشكل عام يعني المهرجان داعم كبير لكم انتم كشباب سواء كفرسان وايضا كمدربين.
والله شوف السباق مثل السباق اليوم او السباق اللي كان في ايطاليا، يعني انت قبل يعني قبل لا يبدا السباق تشوف السباق ناجح، نعم كل المقاييس نعم نعم. عدد المشاركين، الناس اللي متواجده، حتى في اثناء السباق في اشياء تقراها مثل الارقام اللي ظهرت اليمينيتد، يعني الخيل ما طافت الفحص. صحيح. فيعني مثل السباق البارحه الرقم اللي ظهر برا اقل من الربع. نعم من الخيل. نعم. والخيل اللي خلصت السباق اكثر من يعني ثلاث ارباع. نعم. ايه نعم. اكبر دليل على قوه المنافسه، قوه المنافسه ونجاح السباق. نجاح السباق نجاح السباق. نعم. ما مدى رضاك عن خيولك المتواجدة هنا؟ ما مدى رضاك عن للموسم القادم تقول نعم انا قادم الموسم القادم بقوه؟ والله شوف الموسم اللي فات قدمنا مثل ما تقول اللي عندنا، مو بكل اللي عندنا بس قدمنا خيل مثل ما شفتوها شاركت وحصلت على انجازات كبيره. نعم. ف يعني الحين ما نقول خلاص وصلنا هالحصان لبطوله معينه نوقف عند هالحصان نعتمد عليه. انا من النوع اللي احب ابرز خيل جديده. نعم. فالخيل عندي اليوم اللي مشاركه اغلبيتها اول مره تشارك 120. نعم. الاعمار صغيره في السن 7 سنين 8 سنين، فاحب اني ابرز شيء جديد حق الموسم الامارات وان شاء الله قادم قوه. شيء ما تتمنى يتكرر الموسم القادم صار معك في الموسم الماضي؟ والله الشيء الوحيد اللي صار لي الموسم الماضي توقفت شهر كامل، يعني هو مثل ما تقول غلطة، يعني كنت عادي خيولي كلها حق كاس الشيخ محمد. نعم. لأن كنت حاط عيني من بداية الموسم على هالسباق. نعم. فقبل السباق بيومين تقرر ان الاصطاب اللي توقف يتوصل يكون محجر صحي. نعم. لانه نعم. كان في مرض فايح في الاصطابلات. نعم. فتوقفت تقريبا شهر كامل. صحيح. فهل هاي التوقيفه وقفت الخيل من التمرين. نعم نعم. ويعني مثل ما تقول نزلت من المعنويه، معنويه العمال، معنويه المدرب، معنويه الفرسان، وايضا معنويه يعني من. نعم. استعداد الخيل للمشاركه. نعم. في السباقات. نعم. من بعد هالشهر يعني بقلنا تقريبا 5-6 سباقات، والحمد لله من السباقات الأخيرة اللي دخلنا فيها الحمد لله ما طحنا من العشر الأوائل، بالعكس يعني كل مشاركاتنا في العشرة وحصلنا على المنصة مرتين. نعم نعم. تعطينا اسم واحد إن شاء الله بيتذكره الجمهور المتابع وأيضا المنافسين الموسم القادم؟ مشكلة ما عندي اسم واحد، عندي أسامي وايد. أسامي إحنا معروف عنك محمد إن دائما تكون يعني تبرز أسامي قوية، إحنا نقول اسم واحد طمعين في اسم. شوف ما أقدر أعطيك اسم الحين الوقت الحالي، بس في أسامي وايد إن شاء الله. في إن شاء الله أسامي وايدة، بس هي أكيد يعني قبل ترجع للمدرب ترجع لمالك الخيل سيدي صاحب سمو الشيخ محمد. نعم. يعني أوجه الشكر وعبر هالقناة. نعم. أشكر سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، لأن الصراحة لولا وقفته ودعمه وصبره على علي وعلى الاسطبل ما بنوصل، بس الحمد لله حط الثقة علينا وصبر علينا وطلعنا اللي عندنا وانت قد يا محمد، وان شاء الله القادم ان شاء الله بنبهرهم. ان شاء الله ان شاء الله. طيب محمد، يعني انت كيف شهدت منافسة زملائك من باقي الاسطبلات، وايضا الان ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا يعني مدربين يعني عالميا في دولة الامارات، فالمنافسة تكون وايد قوية، مو باسم اسمين ما شاء الله، عندك فوق العشرة اسامي وفوق 20 اسم. هذا من غير الاسامي الجديدة اللي استوت السنة. نعم نعم الحين صحيح. الحين مثل ما تسمع من خلص موسم الامارات في كم من اسطبلات ضافت على اسطبلات ابو ظبي. صحيح. تقريبا 4-5 ومدربين جداد في الساحة، ونفس الشيء في دبي، ويعني مثل ما تقول تقريبا 10-8 اسطبلات جديده بتنزل السنه الجايه، ما نعرف شو مستواها، ما نعرف شو عندها، شو مخفين، شو اللي مجهزين، مفاجاتهم. نعم نعم. فنتوقع يعني الموسم القادم بيكون موسم ناري، وكل واحد يعني كل مدرب حاط ايده على قلبه يتريى الموسم الجاي. نعم يتريى الموسم. الموسم الماضي يعني على مشاركاتكم، هل مثلا هناك يعني عتب داخلي، يعني انت كمحمد تقول يا ريتني حقق ذا هالإنجاز وإن شاء الله بحقق الموسم القادم؟ لا يعني أنت كمدرب وكفارس. أنا كمدرب أحط يعني قبل لا يبدأ الموسم يكون عندنا مثل اجتماع الفريق. نعم. اللي وياي من المساعدين من الفرسان اللي معايا،
فنقول لهم احنا نقاطنا هالسنه مثلا نحقق الريسات هذه. صحيح. فالحمد لله من بدينا لين السنه اللي فاتت لو الاستواء الظروف اللي استوت حققنا اللي نبا. نعم. وقبل لا يبدا هالموسم اكيد نحن بنحط بنشوف يعني بعد انت لازم تشوف خيلك شو استعدادها هالموسم وبنحط نقاطنا وان شاء الله بنحقق اللي نبا. نعم. ربي يوفقك يا محمد ويوفق ايضا زملائك في صلات العاصفه اثنين وايضا الفرسان وزملائك المدربين. كلمه اخيره ودك تقول عبر قناه ابو ظبي الرياضيه. والله يعني لازم نرد ونشكر سيدي صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد يعني الداعم مثل ما تقول الداعم الرئيسي يعني السباقات الكبيره مثل اللي استوى في ايطاليا واللي اليوم وسمعنا في سباقات قادمه. نعم. قويه بتحصل بس ما بنعلن عنها اليوم. نعم. وايضا نشكر ام الشيوخ على يعني مثل ما تقول الدعم الرئيسي لفارسات السيدات بشكل رئيسي. نعم. واذا البارحه الميداليه الذهبيه حقوها منتخب الامارات هالفضل يعود لام الشيوخ. نعم ام الشيوخ. انا اشكرك جزيل الشكر وكل التوفيق ان شاء الله لك اليوم مع خيولك المشاركه وايضا كل التوفيق ان شاء الله في الموسم القادم واللقاء اكيد بيتكرر ان شاء الله في البلاد او خارج البلاد ان شاء الله باذن الله. نعم شكرا جزيلا. الله يبارك. مشاهدينا الكرام طبعا هنا مستمرين في تغطيتنا الحيه والمباشره ل سباقات اليوم كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان للقدرة كما تحدثنا في بداية الاستديو. هناك ثلاثة سباقات 120 كيلومتر مفتوح وسباق 120 للشباب والناشئين وأيضا ون ستار 80 كيلومتر. سعود الرئيسي جاهز في أحد زوايا القرية أحد أرجاء القرية. تفضل سعود ليك الكلمة. شكرا لك مسعود. بالتأكيد معي أحد أبرز الفرسان اللي شاركوا اليوم في سباق 120 المفتوح غانم الهاجري. غانم يعني فاجأنا خروجك من السباق بحكم أنك كنت في المرحلة الأولى في المركز الأول، المرحلة الثانية كنت الثاني والمركز وكنت في المركز الثالث في المرحلة الثالثة ودخلت في مرحلة الفحص البيطري، عديت الفحص البيطري لكن ما طلعت في المرحلة الرابعة، شو اللي صار؟ الحمد لله الله وفقنا مع الفريق وقدرنا نوصل للمراحل هذه. المراحل كانت صعبة جدا، صعبة على الخيول، صعبة على الفرسان، تعرف اليوم رمضان والناس صايمة والأجواء كانت يعني صعبة جدا، الأرضية كانت فعلا بعد المطر يعني صعبة على الخيل، صعبة على الفرسان، صعبة على الكرو، الغابة كانت جدا مو سهلة، لكن الحمد لله يعني وصلنا في المراحل الأولى وقدرنا نصل مع الفريق نصل في مقدمة الفرسان المرحلة الأولى والثانية الثالثة طبعا عديناها الحمد لله فضل الله، لكن حسيت أنا من المرحلة الثالثة الحصان كان في شيء يلست عقب ما خلصنا مع الاخوان وفضلنا ان نسحبه عشان ما يعني تعرف السباق بعده يعني باقي لك مرحلتين يعني فما حبينا نضغط الحصان. الحصان بطل، الحصان اعتقد يعني له مستقبل عالي جدا وحقق نتائج واعتقد ان بالامكان ان نستفيد منه مرحلات مراحل اخرى ان شاء الله. كيف كان يعني كيف حسيت ان الحصان هل كانت فيه نوع من العرج ام ان اشياء خاصه بالامعاء؟ ابدا ابدا الحصان عدى الفحص، عدى كامل الفحوصات وكان في البدك مريح، لكن الظهره كان يعني متاثر من 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 الريس وتشاورنا مع الاخوان وللامانه يعني كان بعضهم قال بالامكان ان نكمل لكني انا يعني كان نفسيا ما رضيت اني انا اثاقل لان الخيل بطل واعطانا اللي نبغيه منه في المرحله الاولى، اعطانا اللي يبغيه واعطانا اللي نبغيه في المرحله. هذا يمكن تجهيز له في المرحله القادمه. صحيح صحيح صحيح. نعم انك ما تخسره في المرات الجايه افضل من انك انت تغامر فيه اليوم ويمكن انه يتعرض لاي اصابه. غانم كيف كانت المراحل؟ المرحلة الأولى تصدرتها، هل فتحت السرعة شوية؟ شو السرعة اللي مشيت عليها في المراحل الثلاثة؟ لا هو بالعكس السباق أصلاً كان التراك ما يعطيك فرصة أنك أصلاً تسحب وتأخذ سرعات عادية، كنا مع مجموعة يعني ما شاء الله أنت تشوف المشاركين اليوم من أفضل الاسطبلات الموجودة في سباقات القدرة موجودة يعني مدربين من أفضل الأسماء، فرسان من أفضل الأسماء، بعضهم يعني أبطال
مشاركين يعني فضل الله سبحانه وتعالى مشينا مع الجروب. وكانت تعرف انا قلت لك سياستي كانت اني انا اعطي الخيل اللي يباه في المرحله الاولى عشان اقدر اخذ منه اللي اباه المرحله الجايه، والحمد لله يعني الخيل كان يعني ماشي على رذم ساعدنا ان يكون في المقدمه يعني. والخيول كان الجروب يعني اغلب الفرسان كانوا مع بعض يعني، بس الخيل كان بنفسه يعني يطلب ان يتواجد في المقدمه يعني، ما كان يرضى انه يكون في 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 في, في, في السكند بليس يعني. نعم، خيول الامارات يمكن من خلال ثلاث سباقات اللي تشهدها القريه اليوم كلهم في المقدمه تقريبا، او خلينا نقول المقدمه كلها اسماء اماراتيه سواء من اسطبلات الوثبه او غيرها من الاسطبلات. شو تفسير هذا الشيء بحكم انه يعني نحن في دوله اوروبيه والاجواء مختلفه علينا والارض ايضا مختلفه علينا؟ اعتقد الشكر يعود لمعازيبنا للشيخ منصور، الشيخ محمد بن راشد، والشيوخ جميع الشيوخ يعني الموجودين اللي عندهم يرعون ويدعمون الاسطبلات. اليوم تجد مدربين افضل المدربين وافضل الخيول وافضل المسابقات موجوده في دوله الامارات. دوله الامارات اليوم مرجعيه في سباقات القدره، وين ما تشارك الكل يستفيد. اليوم انا المشاركين اليوم الدول المشاركه اعتقد عندها فرصه انها تستفيد من فرساننا وتستفيد من المدربين وطريقتهم واسلوبهم في 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 معالجه المراحل. الناس تراقبهم يعني، اليوم المدربين الموجودين والفرسان صاروا مرجعيه في سباقات القدره، فسباقات القدره اليوم احنا المصدرين لها. فلما تكون مصدر وين ما تكون الناس تستفيد منك. اليوم تواجد اعلامي، تواجد حضور من الجميع اليوم في شهر رمضان باكر العيد، بس الناس لان هذا يمكن يوحي ابو ذياب بقاطعك، يوحي ان الموسم القادم راح يكون نار. موسم صعب جدا، ولكن كذلك ان الاهتمام عالي جدا. احنا اليوم انت لما تجد ناس في افضل المواسم في افضل الاوقات واوقات مهمه جدا لنا احنا كاشخاص يعني، تجد انك انت اليوم تتواجد عشان تقدم المنتج مالك بصورة تليق بمن استثمر فيه. استثمارنا اليوم مش على مستوى الأشخاص ولا على مستوى الخيول ولا على مستوى الاسطبلات، ولكن توجه عام لنشر هذا النشاط. وأعتقد مهرجان الشيخ منصور للخيول العربية في العالم بدأ يجد يعني له موطى قدم عالي جدا، والناس اليوم تجد اليوم المهرجان هذا يعني احتفالية. وأعتقد يشكر كل من قام وقدم هذا المنتج بجهوده، إن كان مدربين إن كان المسؤولين عن المهرجان، وخص بالشكر المدير التنفيذي لهذا المهرجان الأخت لارا صوايا في جهده. اليوم الكل يعني موجود ويشعر أن هناك منظومة غير مرئية، ولكن الكل يعني مستمتع بهذا المهرجان. بالتأكيد. يعطيك العافية أبو ذياب، أشكرك جزيل الشكر. شكرا شكرا على حضورك. أيضا صالح العامري أحد الفرسان اللي شاركوا في السباق اليوم. صالح المركز الرابع في سباق الوان ستار 80، نقول لك الناموس. يعني يمكن الهدف كان من المشاركة مش الفوز على قد أنك أنت داخل أنك أنت تهيئ الحصان وتخلص الوان ستار بشكل يليق باسطبلات الوثبة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. اليوم احنا بيضنا ويهنا في هذا السباق، وحن من البارحة كان عندنا تخوف من أرضية السباق، والحمد لله توفقنا اليوم ويا الأخوان عندي أخوي محمد الجنيبي وعلي الكتبي، وصرنا اليوم المرحلة الأولى. الله يطول عمرك يا إبراهيم يا سعود، صرنا على بيس قامرنا فيه لأنه كان الجو بارد، فقلنا حنا نستغل الجو البارد ولو الأرضية يعني صعبة بس أفضل للمرحلة الثانية. والحمد لله استجنا المرحلة الأولى وعلى بيس عالي جدا، كنا نمشي 26 تقريبا. 26 يمكن سباق أمس للسيدات كان الأفرج سبيد كان 26. 26 حن، بس كان الأفرج يعني أقل، لأن كانت تعرف أن حن نوصل نقاط نوقف ناخذ تايم أكثر، فكان البيس الحقيقي اللي كنا نمشي عليه جاهدين خيولنا، والأرضية وايد تعبانة كانت. وكان عندنا تخوف ان الخيول يعني بعض، عندي اخوي علي الكتبي ادى اداء طيب لا غير ما سعف الخيل طلع من المرحله الاولى، واخوي محمد الجنيبي بعد، هذا لان غامرنا شويه والحمد لله كنا منافسين للايطاليين والحمد لله توفقنا. صالح يمكن انت مشارك بشكل دائم في سباقاتنا سواء خارج الدوله او داخل الدوله، خلينا نتكلم عن الاستعدادات اللي قاعدين نشوفها من
مختلف الاسطبلات المحليه. اليوم هني قاعدين نشوف اسطبلات من مختلف الاسطبلات اللي من ابو ظبي، من دبي ايضا، مشاركه كبيره من السيدات ومن الرجال ايضا ومن الجونيور ايضا نشوفهم. هذا يمكن دليل ان الموسم الجاي راح يكون صعب جدا، وان كل اسطبل قاعد يعد العده من الان. والله الاسطبلات متجهزه للموسم من الموسم الجاي من قبل 3 شهور تستعد، لان الموسم الجاي يعني موسم صعب جدا على جميع الاسطبلات، ومشاركات خارجيه كبيره سواء من الاسطبلات الشيوخ الله يطول اعمارهم، والاسطبلات الخاصه المواطنين مجتهدين يشترون خيول ويشاركون في البطولات الخارجيه. يعني اليوم انت في سباق ايطاليا كذا مواطن، يعني عندنا ابراهيم الحوسني ربيعنا ويشارك عندنا اليوم، مشارك يعني ادى اداء طيب ويا المركز الثالث. يعني هذا ان الرياض ابراهيم الحوسني نعم، فأدى أداء طيب جدا، فهذا دليل أن يعني السباق الجاي الموسم الجاي جدا صعب على جميع الاسطبلات، ولا في تهاون يعني. فإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله عقبال بطولة العالم إن شاء الله، وانت نومس بها إن شاء الله. خلني أنا ما بطلع من سياق الموضوع، أنا بس أبغى أعرف، أنت كنت متأخر وايد في المرحلة الأخيرة، شو اللي سويته في المرحلة الأخيرة؟ والله المرحلة الأخيرة أنا ظلمتني المرحلة الثانية، يوم جيت فحصت الخيل فصرت عند الدكتور، فطبعا ما في ساعات تبين أن نبض القلب أنه مرتفع أو شيء، فقال لي الدكتور الإيطالي والله خيلك نبضة عالي جدا. فاستغربت أنا، خيلي ياخذ دقيقة، فقلت للدكتور ممكن يعني تعيد لي الفحص يعني؟ قال لي لا أنت لازم تطلع وترجع وتفحص ثاني مرة. أعطاني بلنتي، فيوم رجعت فحصت عند الدكتور الثاني قال لي قلب خيرك جدا نازل 50. فظلمني يعني أطلع المرحلة، كنت أنا متصدر السباق، فطلعت المرحلة الأخيرة يعني طلعت اللي في الخيل. والمدرب حسن راكان منصوري الله يطول عمره قال لي صالح حافظ أنك تحافظ على بيسك ولا تجهد الخيل. فالخيل كان بطل يعني، أنا وصلت للقرية الفينش والخيل عنده طاقة أن يروح مرحلة أخرى. يعطيك العافية صالح وسعود، مشكورين قناة أبوظبي الرياضية على تغطيتهم مهرجان الشيخ منصور بن زايد، وعندي شكر مخصوص للشيخ منصور بن زايد الله يطول عمره على إتاحة الفرصة لنا المشاركة في مهرجان سموه، وإن شاء الله أني بالعيدية اليوم إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. أيضا إبراهيم الحوسني اللي شارك ايضا في سباق الوان ستار وحقق المركز الثالث، الناموس نقول لك ابراهيم يحق لك خير، تسلم الله طول عمرك. ابراهيم خبرنا كيف كانت المراحل من البدايه حتى نهايه السباق. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه مثل ما شفتوا ما شاء الله فرسان الامارات كانوا مكتسحين السباقات، سباق الوان ستار والتو ستار. بالنسبه لسباقنا الحمد لله حققت المركز الثالث. في المرحلة الأولى كنا نحن المصدرين الأربع مراكز الأوائل، واكتسحنا المرحلة الأولى والثانية من الأول لين الرابع، كنا مسوين أداء طيب الحمد لله. لكن مثل ما شفت أخوي صالح شوي تأخر، أنا شوي تأخرت، فتقدمت علينا فارسة سويدية جت في المركز الأول، أخوي سالم تشتبي حقق المركز الثاني. طلعنا متابعين في المرحلة الأخيرة، رفعنا البيز شوية على أساس أن نقلص الفارق مع الفارسة اللي كانت في المركز الأول. لكن المرحلة الثالثة شوية فيها خطورة من ناحية السرعات العالية، فحبينا أن نحن نسير في بيز معقول ونحقق يعني نقلص الفارق بالدرجة المعقولة يعني بدون مخاطرة. نعم. هي نعم. إبراهيم يمكن كنتوا متخوفين بحكم اللي صار البارحة، المطر المفاجئ والطين والأرضية الزلقة خلنا نقول اللي يعني حدت من السرعة بعض الشيء، وأيضا شكلت خطورة على الفرسان وعلى الخيول، كيف تعاملتوا مع هذا الشيء؟ أكيد لا شك، خصوصا وقت الانطلاقة، نحن انطلقنا الساعة 6:30 الفجر، كان وقتها وقت مطر يعني توه المطر طايح. المرحلة الأولى تعتبر من أصعب المراحل لأنها تقريبا نص السباق 39 كيلو. الشيء الثاني أن المرحلة الأولى الأرضية شوية يعني صعبة من ناحية أن الخطورة ما في انسيابية في التراك، حذر من الدرجة الأولى. فالحمد لله لكن الفرسان ما شاء الله أدوا أداء طيب من المرحلة الأولى، وكنا الحمد لله يعني كنا نسعى الحقيقة لنحقق المركز الأول، لكن الله ما قدر.
مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يعني توسع من سباقات الخيول السريعة لمؤتمرات، ومن المؤتمرات السنة هذه دخلنا في عالم سباقات القدرة من في الفترة الأخيرة، ويمكن هذا جانب آخر من تطور هذا المهرجان. اتاحت الفرصة لكم انتم في مشاركة هذا المهرجان وتحقيق يعني خلينا نقول انجازات شخصية، وايضا بالنسبة لدولة الامارات. هذه شو تقولون، شو الكلمة اللي توجهونها لسمو الشيخ منصور بن زايد؟ انا في البداية احب اشكر سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه المستمر لجميع يعني فرسان الدولة. هو الدعم الرئيسي للمهرجان، هو قدوتنا وهو فارسنا الاول. أشكره جزيل الشكر على متابعته وعلى توجيهه في كل السباقات، هو متابعنا وهذا يعطينا يعني حافز أن نحقق أفضل المراكز ونمثل الدولة على أشرف صورة. المهرجان طبعا مثل ما قلت سباقات القدرة تضاف إلى يعني إنجازات المهرجان من ناحية المؤتمرات، من ناحية سباقات الفلات ريس وسباقات السيدات. لا شك المهرجان في تطور، وأنا أحب أشكر في نفس الوقت لارا صوايا الرئيس التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور. صراحة هي الدعم الأول، وهي يعني متابعتنا في كل السباقات، وهي تحفزنا يعني في كل سباق من الصبح تكون معانا، هي قائد الفريق على أرضية السباقات. وإضافة إلى المدربين المتواجدين معانا، أحب أشكر الأخ مسلم العامري، الأخ سلطان المرزوقي داعمي الرئيسي في السباق وموجهي الأول، المدرب حسن ركان المنصوري، والمدربين المتواجدين من الدولة. يعني كانوا يوجهونا في جميع مراحل السباق ومتواجدين في أرضيات السباق، ونتلقى منهم الدعم والتوجيهات دائما. يعطيك العافية. الله يطول عمرك. مشكور. أنا يمكن مسعود طولت عليك في الحديث وأخذت ثلاث حوارات صالح العامري، وبداية مع غانم الهاجري اللي خرج بإرادته من هذا السباق رأفة بخيله. طبعا صالح العامري حقق المركز الرابع في سباق الوان ستار. في النهاية طبعا إبراهيم الحسن أيضا حقق المركز الثالث في سباق الوان ستار اللي انتهى قبل قليل. الكلمة تعود إليك ولضيفك في الاستوديو، تفضل مسعود. شكرا لك سعود، يعطيك ألف ألف عافية. بالعكس أبدا ما طولت علينا، تعطينا بآخر تحركات الفرسان والخيول المشاركة في هذا السباق. طبعا أنت عينة الأولى يا سعود في القرية. مشاهدينا الكرام، ورحب بضيف جديد في الاستوديو، طبعا جديد القديم، الجديد اليوم ولكن القديم معنا دائما في سباقات القدرة، الأستاذ سلطان المرزوق يمين السر السابق في اتحاد الفروسية، وأيضا مالك ومربي لإسطبلات بزنة. ممايد رحبك على قناة أبوظبي الرياضية اليوم الثاني على التوالي، فالمهرجان أكثر من رائع. أرحبكم على فضله. بالعكس المهرجان أكثر من رائع، لأن حصلنا فيه الحمد لله الذهب، واستأنسنا البارحة. نعم. وإن شاء الله نتأمل اليوم إن شاء الله. نعم. بعد تكون لنا نتائج وتكون لنا بصمة. نعم. في أكيد الحديث سوف يطول عن مشاركات الإماراتية في هذا السباق كما عودونا. مشاهدينا الكرام، نستعرض المرحلة الأولى من سباق 120 كيلومتر المفتوح، إحدى السباقات اليوم، ومن ثم سوف نقوم بالتحليل على هذه السباقات، وأيضا نأتي بكم بآخر أخبار السباقات هنا في القرية. طبعا مشاهدينا الكرام، نشاهد الآن المرحلة الأولى من سباق 120 كيلومتر، المرحلة الأولى 36 كيلومتر و100 متر. طبعا السباق هو يصنف 120 كيلومتر، ولكن يعني في الكتيب مكتوب عندنا 127 كيلومتر. نسأل بومايد السؤال دائما، يقولون سباق 120 ولكن مكتوب 127، ليش يا بومايد؟ هي احنا التصنيف عندنا من الى. نعم. يعني التصنيف عندنا مثلا في سباقات الوان ستار تعتبر هي من السباق من 80 كيلو الين 99 كيلو تعتبر هي وان ستار، من 100 كيلو ترتفع بعدين لين 129 كيلو. نعم. فهي تكون مثلا التو ستار. نعم. هي مش بالضبط أكيوريت لازم تكون 120، هي على حسب جغرافية المكان وطبيعة. نعم. الأرض هني على حسب اللجنة المنظمة كيف ما يعني ما تقدر تقص من مزارع الناس يعني. طبعا, طبعا. نعم. فهي كيف ما تقدر تسهل تقدر تقرب لأقرب رقم صحيح بالنسبة. نعم. جميل بومايد. يعني احنا الآن طبعا نستعرض يعني المرحلة الأولى من سباق المئة والعشرين كيلومتر، وبالضبط المرحلة بالأخص المرحلة الأولى،
كيف شهدت المرحلة الأولى؟ طبعا بنتحدث عن مطولا عن طبعا السباق الذي انتهى قبل لحظات 80 كيلومتر، ولكن كيف شهدت المرحلة الأولى بمايد من 120 مفتوح؟ ال 120 مفتوح اليوم كانت المرحلة الأولى قوية، بدأوا انطلاقة كانت قوية، عدد خيل فيها كان كبير، عندنا الشباب المشاركين من الإمارات كان بعد عددهم كبير من عموم الإمارات يعني. نعم. الخيل اللي موجودة كانت خيل قوية، بدت رفعوا البيس يعني، حاولوا أن يمشون سرعات من البداية لأنهم مطمئنين، لأن قد شافوا السباق البارح فهم تقريبا شافوا الأرضيات، عندهم خبرة، كانوا يتكلمون مع بعض عن كيف وضع الأرضية، فراحوا انطلاقة كانت زينة. أصعب 40 مرحلة هي الأولى أبو مايد. نعم، 36 مرحلة صعبة تكلمنا عنها في كل السباقات. نعم، لأن فيها أرضية حجرية، قلنا التنوع الأرضية، التنوع الجغرافي فيها وايد كثير، منها الأرضية فيها حجرية، فيها الأسفلت تكلمنا عنها البارح، في أرضية طينية، فيها أرضية عشبية، فتعرف هي تفرق من أرضية لأرضية على أساس أنك تحافظ على خيلك، وأنك اللوب الأول أو المرحلة الأولى تحاول أنك توصل الحصان مع الصدارة، بس تكون حذر لا يصير لك أي لا قدر الله عرج للحصان أو أي ظروف خارجية ممكن تمنعك أنك تكمل السباق. نعم، طبعا ننوه للمشاهدين الكرام بأن السباق 80 كيلومتر وان ستار نجمة واحدة انتهى قبل لحظات. صاحبة المركز الأول من السويد أنلي أريكسون، صاحب المركز الثاني سالم أحمد الكتبي من الإمارات، صاحب المركز الثالث إبراهيم الحسني، صاحب المركز الرابع صالح العامري كالعادة، الخمس الأوائل أو الثلاث الأوائل، تواجد إماراتي قوي في مثل هذه السباقات. السباق كان مقسم على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى 36 كيلومتر و100 متر، المرحلة الثانية 25 كيلومتر و100 متر مرسم بالأعلام الحمراء، الأولى مرسم بالأعلام الصفراء، المرحلة الثالثة والأخيرة مرسمة بالأعلام البرتقالية 25 كيلومتر و100 متر. وماي طبعا بما أن احنا انتهينا من سباق 80 كيلومتر، نتكلم بالتفصيل عن سباق 80 كيلومتر الان، والانجاز الاماراتي الاكثر من رائع في المركز الثاني والثالث والرابع، ولك حريه تعبير والتحليل عن هذا السباق. طبعا السباق الوان ستار عارف ان عاده ما تدخل الخيل اللي هي صغيره في السن، وهو يعتبر اول مراحل التاهيل او التصنيف الدولي. قبل طبعا تبدا الخيل عموما بدايه تدريبها وبدايه تاهيلها تبدا بال 40 80 المحلي، وبعدين الخيل متى ما جهز ندخله اللي هي 80 الوان ستار نسميها. اليوم كان سباق وان ستار بعد سباق قوي، وكان في منافسه من بدايه الانطلاقه، وكانت عندنا اربع فرسان من الامارات راكبين، لا الحمد قدروا يكملون السباق منهم ثلاثة، هي وفي من التوب فايف. إنجاز جميل، وسباق كان قوي، سرعاته كانت زينة، يعني كانت في منافسة، ولله الحمد يعني الفارسة السويدية يعني قدرت تتغلب على الفارس الإماراتي اللي هو سالم أحمد الكتبي في يعني قبل خط الفينش مرحلة بسيطة يعني. هني هل كان هناك شبه فلات ريس يعني؟ يعني يفتحوا لين يعني حاول هيك للماكسيمم. نعم. فبس هني لأن ما نقدر نحكم عليها، الخيول بعدها يعني صغيرة، فهني يفرق. إن شاء الله مثلا في سباق ال 120 الخيول هاي يوم الدش إن شاء الله يكون تأدي أحسن، وبعدين إن شاء الله نعتمد عليها في المنتخب. بمايد الخيول، عفوا على المقاطعة، الخيول اللي مثلا تحصل المراكز الخمسة الأولى، نستطيع أن نقول خيول أبطال في المستقبل إن شاء الله؟ هي مشروع بطل نعم تقدر تعتمد عليه، لأن على حسب السرعات اللي تأدته وطريقة الفحص. مثلا الفارس إبراهيم الحسني، مثلا الفارس عنده اللي هي بوكادا، اللوب الأول فحصت في دقيقة وخمسة وثلاثين ثانية، وكانت سرعتها 20.7، يعني كان ممتاز جميل. نعم. طبعا واللوب كان صعب مثل ما تكلمنا ونعرف صعوبته. نعم نعم. وفرس في السن هذا يعني 7 سنين أنت تفحص بالطريقة هذه كانت وايد ممتاز. مثلا في اللوب الثاني قدرت تفحص في دقيقتين 26، وهذا صحيح. بعد شيء ممتاز. نعم. يعني جت الفرس وعلى طول فحصت. نعم. وكانت تعطي قلب زين. فنعتقد ان الفرس هذه في المستقبل راح تبشر بخير، يعني نفس الشيء الحصان اللي موجود عند سالم احمد الكتبي، يعني في اللوب الاول فحص في دقيقه 58 ثانيه، في اللوب الثاني فحص في دقيقه 57 ثانيه. نعم. يعني الخيول هاي مشاريع عطال جايه. نعم. نفس الشيء الحصان اللي موجود عند صالح العامري اللي هو المركز الرابع، اللوب الاول فحص في دقيقه 47 ثانيه، اللوب الثاني انضرب بلنتي عشان شي تاخر عنه. نعم نعم. المفروض نعم. انه كان حتى توصل يعني كان يعني كان صالح يعني لو ما انضرب البلنتي اللي نعم كان راح تفرق عندك كثير. راح تفرق عندك كثير. نعم طبعا، لان انت لما تنطلق مع خيول الصداره الخيل
قلت لك صغير ما عنده خبره، فلما ينطلق بروحه بعد خيول الصداره فيبدا تعرف ان الخيل متردد انه يروح لانه ما بعرف يعني خايف ودي يكون نعم، لكن لما يكون عنده مجموعه خيل لا يشجع الخيل ويكون اداء طبعا بكثير احسن. نعم جميل. كيف طبعا انت تابعت الوان ستار كل مراحله، كيف شاهدت مستوى ابراهيم الحسني؟ يعني تقريبا هو كمل السنه كفارس الان، وشفنا اللقاء جميل عبر ابو ظبي الرياضيه يشكر طبعا مثل هذه المهرجانات والدعم اللامحدود، وسعيد جدا من المركز الثالث. لا طبعا احنا مبارك للفارس ابراهيم الحسني، وهذا طبعا هو اول انجاز له في حياته. هو بدا ركوب عن تقريبا من سنه وتاهل في الامارات تاهيلياته خلص، ويا في الصيف هني حب انه يجرب منافسات الدوليه ودخل في الوان ستار، وهذا اول وان ستار له بالنسبه، هذا بالنسبه له تاهيلي يعني. صحيح. تاهيلي وقدر يحقق فيه انجاز، ونتوقع انه مثل ما ان الفرز اللي عنده هي مشروع يعني مشروع بطل، وهو ان شاء الله يكون بعد مشروع بطل. بطل ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه يعني لصالح العامري وايضا مشاركته في الوان ستار وحصول المركز الرابع، يعني تعامله في تعامله مع السباق مع لا صالح السباق. العامري فارس كبير، فارس معروف. نعم. معروف شارك. نعم. موسم الامارات له انجازات كثيره. صحيح. بالعكس ادى اليوم السباق وادى سباق ممتاز جدا، لو ما فرقت عند البنتيكا ممكن يكون النتيجه يخلف كذي، كان ممكن حتى يطلع المركز الاول. نعم. لكن هذا السؤال كان ممكن يطلع المركز الاول ممكن. نعم ممكن. نعم. وكل شيء جايز، الحصان طبعا لما يفرق خمس دقائق عن الصداره ويطلع الحصان مثل ما قلنا هو صغير وبروحه يبدا تعرف انه يتردد الحصان انه يروح، لكن لما يطلع مع ثلاثه واربع خيول لا تلقى الاداء يختلف. نعم. سالم الكتبي. سالم الكتبي فارس معروف، ركب في موسم الامارات وله انجازاته. نعم صحيح. ومشارك بقوه بالعكس، وكان اليوم داعم كبير يعني للفريق عشان الفوز، الحصان اللي عنده كان ما شاء الله عليه ممتاز وادى اداء طيب وانجازه كان اليوم يعني انجاز طيب طبعا. نعم. ميداليه فضيه طبعا شيء ممتاز. نعم. الآن يعني بمايد نرجع لسباق ال 120 كيلومتر المفتوح، طبعا السباق الأقوى هنا والمشاركة الأكثر فيها، طبعا مشاركة تشارك فيه أريام ومايسر بريكي وغانم الهاجري وخليفة الجهوري وأيضا عدنان سلطان النعيمي مديرنا مدير عام نادي أبو ظبي للفروسية. بما أن ذكرنا والكثير من الفرسان أيضا يشاركون، كيف شهدت المرحلة الأولى ومن ثم نتحدث عن فارس؟ المرحلة الأولى مثل ما قلنا كانت قوية، بدأ يعني الشباب بدأ السباق عموما كانوا المشاركين كلهم كانوا ينظرون لفرسان الإمارات لأنهم عارفين أنهم راح يمسكون الصدارة من البداية، فقلت لك التيست اللي العادة نسوي الفحص اللي يسوونه الشباب يركبون اللوب الأول يحاولون يفتحون الخيل ويشوفون الخيل المنافس اللي ممكن تنافسهم، إذا لقوا في منافسة يتموا ضاغطين لما الخيل الأوروبية أو خيل الفرق الثاني تبدأ ترجع لهم، بعدين يحاولون يسيطرون على السباق ويمشون بيس معين إلين المرحلة الرابعة، ومن المرحلة الرابعة تبدأ تتمايز الخيول وتبدأ تبين الخيول اللي هي كل حد يأخذ مركز في المرحلة الرابعة، يطلعون المرحلة الأخيرة اللي مرحلة أكون أو لا أكون، أكون أو لا أكون. وهذه المرحلة إن شاء الله بنشهدها بعد شوي إن شاء الله بتبدأ، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للشباب الإمارات. بس يا ريت لو بس طبعا نكرر المشاهدين الكرام آخر التحديثات بالنسبة لل 120 كيلومتر بالنسبة للسباق المفتوح، آخر الأخبار، آخر اللي عندي أنا الحين. نعم. هني اللي من النتائج اللي عندي أنا نتائج المرحلة الثالثة، المرحلة. نعم. الرابعة طبعا وصلوا الحين من تقريبا خمس دقائق ونري. نعم. إن شاء الله النتيجة. نعم. وبنعلنها للسادة المشاهدين. بما أنك تحدثت عن المرحلة الثالثة، غانم الهاجري فضل أنه ما يكمل السباق، فضل أنه يريح خيله بنهاية المرحلة الثالثة، كيف شهدت مستوى غانم كفارس وأيضا أداء حصانه؟ غانم الهاجري اليوم كان منافس قوي بصراحة يعني. نعم. منافس. نعم. قوي، بدأ السباق ومسك الصدارة من بداية الانطلاقة إلى أن وصل يعني خلص الأربعين كيلومتر، حصانه فحص وقدر يمسك الصدارة حتى في اللوب الثاني، كان منافس وبشدة، منافس قوي، عنده إصرار، عنده عزيمة على الفوز. لكن طبعا المفاجآت اللي تحدث في الرياضة هذه واللي احنا نقبلها للحين، الحصان عنده صار عنده شد في العضلة الخلفية، ففضل انه ففضل ايوه بدال ما يعني يأثر على الحصان اكثر، فضل انه ينسحب وانه يعني تصرف حكيم يدخل الحصان للسباقات، يعني تصرف حكيم منه او من المدرب. طبعا حتى بنهاية بختام الجولة الثالثة واول المنطلقين، بس لو تقول لمشاهدينا الكرام يعني الحين بتوصلنا نتائج المرحلة الرابعة وسوف نستعرض المرحلة الرابعة على مباشرة قريبا، ولكن أول منطلقين المرحلة الرابعة قبل ما توصل أول المنطلقين كان اللي هو سعيد الحربي من الإمارات، ماسك الصدارة وبقوة، يعني في اللوب الأول كان ترتيبه الثالث، المرحلة الثانية
والثالثة هو الأول. نعم. إلى الآن أعتقد أنه الأول بنشوف النتيجة. نعم سعيد الحربي. نعم. نعم سعيد الحربي. أما المركز الثاني فالشيخ حشر المكتوم، أداء كان نفس الشيء قوي، سيطرة تقريبا متقاربين بينه وبين المركز الأول. نعم. ما في فارق كبير، تقريبا 4 دقائق نفس الشيء، مشاركة قوية، حصانة. نعم. أداء زين، هو للأسف حصل على بلنتي في اللوب الأول، واللوب الثاني حصانه فحص ممتاز، اللوب الثالث يمكن الحصان كان شوي متنرفز. نعم. تعرف النرفز في الخيل اللوب الأول هذه تحصل عادة تانية. نعم نعم. دليل على هذا أن حصانه في اللوب الثاني فحص في دقيقة 53 ثانية، في اللوب الثالث فحص في أقل من دقيقة 56 ثانية. نعم. المركز الرابع اللي هو سعيد أحمد الخياري. نعم. فارس طبعا معروف في الإمارات وله إنجازات كثيرة، نفس الشيء فيه مجموعة الصدارة، ما زالت مجموعة الصدارة إماراتية يعني من الأول إلى الثامن تقريبا. نعم. يعني نشوف الفارس الإماراتي محمد الجنيبي، يعني كيف أدى محمد الجنيبي وأيضا مشاركات المستمرة في الجولات الخارجية بالنسبة لسباقات القدرة. محمد الجنيبي ركب في الوان ستار وأدى أداء طيب اليوم الحمد لله، وخلص المرحلة الأولى وفحص مع الشباب، وكان هم مجموعة تقريبا اللي هي مجموعة الصدارة. نعم. في اللوب الثاني من المفاجآت اللي احنا نتكلم عنها دائما، لأن الرياضة هاي هي رياضة المفاجآت، الحصان جاهز وحصان زين وأدى أداء زين، ولكن في اللوب الثاني للأسف حذوة الحصان طاحت من الحصان هي، فما قدر يكمل، لأن مثل ما تكلمنا الأرض كانت صخرية، فإن صحيح. لو كمل كان ممكن يسبب ضرر الحصان. نعم. فهو اختار أنه يوقف ويسحب الحصان. وخير في غيره إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. أيضا علي الكتبي انجبر أنه ينسحب من المرحلة الأولى. نعم، لأن إحنا قد ذكرنا أن الأرض موحلة. نعم. من أمس والأمطار كانت قوية جدا، فللأسف في خروجه للمرحلة الأولى تقريبا في نص المرحلة في الكيلو 20 مر على الطينية، فالفرس اللي عنده زلقت يعني جت إصابة في يعني إيد القائم الأمامي والقائم الخلفية، ولكن الحمد لله مش إصابة كبيرة، لكن نفس الشيء قرر إنه بعد يسحب الفرس على أساس إنها ما نعم. يعني ما يسحب أكثر. فارستنا الجميلة أريام، ومشاهدتك لها اليوم في 120 مفتوح كيف شايفتها؟ لا أريام اليوم قوية، تمنى إن شاء الله يا رب إنها اليوم توصل المنصة، نحاول حتى المرحلة الثالثة بانطلاق المرحلة الرابعة. نعم، حتى المرحلة الثالثة هي بينها وبين الصدارة حوالي 6 دقائق، يعني فصل. نعم. فرصة ما زالت في المنافسة. نعم. أدت أداء ممتاز، عندها حصان قوي، حصانها قدر إنها يفحص في المرحلة الأولى في دقيقة وأعتقد دقيقة وعشرين ثانية. بما أن قلت دقيقة من غير ما تذكر الثواني بمايد، إذن إحنا في السليم. السليم. نعم. في اللوب الأول والثاني والثالث هي في ما زالت في موضوع الدقيقة. نعم. حصان قوي ماشي مع مجموعة الصدارة لين المرحلة الثالثة، لين نهاية المرحلة الثالثة. نعم. ونترين إن شاء الله الحين في المرحلة الحين نشوفه مناك في الفحص، لكن ما أعرف إذا النتيجة، وإن شاء الله نترين النتيجة. نعم. متى ما يت النتيجة إن شاء الله بنعلنها للصدر. مايد يعني لما تتحدث، يعني أمس طبعا يوم بعد نهاية البث الحي والمباشر تحدثنا، يعني كلام جميل كان لك أنت، أنه مرات يعني الريكفري في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، يعني إعادة استرجاع طاقة الخيل قبل الفحص، أنه في دقيقة أو دقيقة أو أقل من يعني دقيقة وأقل من دقيقتين، فجأة في المرحلة الرابعة الريكفري يكون 4 دقائق 5 دقائق، يعني هذا الرقم الفجائي يصير، يعني الكل يتوقع أن يكون ما بين دقيقة ودقيقتين، دقيقة ودقيقتين، توصل مرحلة رابعة تشوف ريكوفري 5 minutes، تتفاجأ 5 دقائق. ليش؟ أنا ما أدري، بس أنا يعني تحليل، هي تحليل، لكن هي عموما هي جاهزية، ولكن إحنا أنا ما أدري، دائما أنا أقول وهذا رأي شخصي. نعم. في شيء اسمه بالنسبة لي أنا اسمه حاجز 80 كيلومتر. نعم نعم. بعد طواف 80 كيلومتر الحصان يبدأ يتغير عادة. نعم. إذا ما كان الحصان جاهز، هني كيف تبدأ شغل المدرب؟ يبدأ كيف يجهز الحصان إنه يقدر يتخطى الحاجز هذا، حاجز 80 كيلومتر. تلقى الحصان عندك في اللوب الأول والثاني يعطيك، والثالث يعطيك فحص ممتاز، فحص رهيب. بعد ما يتعدى 80 كيلومتر يبدأ الحصان يختلف، فأنا أسميه هذه أو حاجز 80 كيلومتر. هني أعتقد إنه هي تكون مشكلة في التدريب، يعني يا الخيل ما أخذ حقه
صاحب التدريب، يا أنه ممكن يكون عرضي، لكن غالبا ما تكون أن الخيل ما أخذ حقه في التدريب. المفروض أن الخيل يعني في التدريب يأخذ حقه، إلى أن يبدأ عند الفحص من أول لوب إلى آخر لوب نفس المقياس، هذا يدل على أن الحصان جاهز ويعني راح يعطيك حصان معنا. طبعا أبو مايد، أنت بوصول الخيل المرحلة الأخيرة أنت لك حرية دخول فحص البيطري في الزمن المحدد. نعم، عندك من وصولك إلى 30 دقيقة. 30 دقيقة، نعم. فأنت حر متى ما حبيت تفحص. غالبا او احنا نقول احسن اذا كان الحصان الريكفري ماله سريع حاول افحص بسرعه، لان الحصان بعده يكون حامي، عضلاته حاميه، الحصان بعده مشدود، لان بعد النص ساعه يبدا الحصان يبرد. أو فأواخر النص إذا, ساعة. اذا برد الحصان ممكن تطلع عنده مشاكل انت ما تبغى تظهرها طبعا المشاكل هذه قدام اللجنه البيطريه، لان اللجنه البيطريه تستبعدك. فعاده متى ما الحصان نزل دخل الفحص على طول، يعطينا عادة ما يعطي فحص زين. لكن إذا اضطريت أن الحصان يتأخر مثلا في القلب بسبب الإجهاد تعب الحصان، نأخره شوي لين ما ينزل الحصان، وبعدها إن شاء الله يعني يدخل الفحص، وإن شاء الله إذا ما في شيء طبعا بيكون ما في شيء. كلمة السر في حصان البطل الريكفري. الريكفري طبعا، الريكفري البارحة تكلمنا عن الموضوع هذا، الريكفري القلب أهم شغلة في الحصان. لأن إذا حصانك ما عنده قلب سريع في النزول، ما عنده ريكفري سريع في النزول، تخسر وقت، تخسر وقت وتخسر وقت، تقعد تطارد، ومعناته تبذل مجهود أعلى من الباقيين، لأنك بترفع السرعة أكثر عشان تلحق بالصدارة. توصل تفحص مثلا، توصل معاهم ترد تفحص تتأخر مرة ثانية، فتضطر تجد حصانك أكثر في اللوب الثاني. صحيح، نفس صحيح. الموضوع في اللوب الثالث، ويصير الموضوع عندك تراكمي، تقصر المسافة. نعم بالضبط، يصير الموضوع تراكمي. في النهاية الخيل اللي تفحص أسرع راح تعطي نتيجة أكيد. نعم. أحسن، لأنها مجهودة اللي بذلتها في السباق أقل. نعم بماي، طبعا اليوم تعليقك على ما مدى تأثير الأجواء هنا، أجواء القرية بالنسبة على السباق، وطبعا على مدار المسار التراك. لا الأجواء في القرية تتكلم عن الأجواء الطبيعية وتتكلم. نعم. عن لا جو اليوم والكروب. جو اليوم يعني الجو المحيط اللي. نعم. قد تأثيره على السباق. نعم، احنا تكلمنا أمس وقت كنا احنا خايفين منها البارحة، نقول إن شاء الله أنها ما تطلع الشمس، لأن إذا طلعت الشمس والأرض مبلولة وفيها ماء راح تزيد نسبة الرطوبة ومتأثر على الخيل. هذا صح. اليوم صار. نعم. وجود الماء ما زال في الأرض، ما نشفت الأرض من أمس، اليوم طلعت الشمس بدأت تتبخر فعلا، الرطوبة اليوم زايدة. يمكن المشاهدين ما يلاحظون الكلام هذا لأنه يبين أن الجو شكله جميل، لكن. نعم. ما في حرارة ولكن في رطوبة عالية. صحيح. الرطوبة العالية أنت تكلمنا قبل أنها تنزل نسبة الأكسجين، وممكن تأثر على الخيل إنه في ضربات القلب وفي الركبر من الحصان، وتأثر على الميتابوليزم. نعم. اليوم هذا اللي أغلب الخيل عانت منه، الميتابوليزم. بعض الخيل طبعا مش خيل الإمارات، أغلبها كانت الحمد لله زينة. خيل الأوروبي بدأت تعاني من الموضوع هذا، يمكن خيل الإمارات لأنها متعودة على الرطوبة. نعم. العالية. نعم. كان عندها. نعم. الموضوع ما فرق كثير. هذه ميزة اللي نتكلم عنها، إنه الخيل اللي درب في الإمارات عادة ما يعطينا نتائج أحسن في أوروبا، لأن الجو يكون أبرد بالنسبة له وأحسن وأسهل. نعم نعم نعم. طبعا مشاهدينا الكرام، كما تحدثنا نقلنا الحي والمباشر لثلاثة سباقات هنا على الهواء مباشرة، بالنسبة لثلاثة سباقات تحت مسمى كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. بالنسبة لليوم 120 كيلومتر مفتوح، و 120 كيلومتر للشباب والناشئين، وأيضا السباق الذي انتهى قبل لحظات، وما قصر سعود الرئيسي أجرى اللقاءات مع فرسان الإمارات من صاحب المركز الثاني والثالث والرابع، لا عفوا، أجرى اللقاء مع صاحب المركز الثالث والرابع إبراهيم الحوسني وصالح العامري، وسوف يسعى لإجراء لقاء أكيد لقاءات أكثر مع صاحب المركز الثاني سالم أحمد الكتبي، وأيضا أجرى لقاء مع غانم الهاجري الذي فضل أن ينسحب من السباق المفتوح لمسافة 120 كيلو متر. طبعا قبل لحظات انتهت المرحلة الرابعة من سباق 120 كيلو متر، وسوف نأتي بالنتائج هنا بعد اللحظات. طبعا الآن نتابع مجريات الفحص الطبي مشاهدينا الكرام للمرحلة الثانية من سباق 120 كيلومتر مفتوح. طبعا السباق الثاني لمسافة 120 كيلومتر للشباب والناشئين، أيضا بالنسبة لخمس مراحل تحدثنا، والآن الفرسان يتنافسون في المرحلة الرابعة. أيضا سوف نأتيكم بالأخبار والنتائج بالنسبة لهذا السباق. طبعا أبو مايد، يعني أمس تحدثنا بشكل كبير عن الإنجاز الإماراتي،
أكثر شيء يعني أنا كان ودي أسألك السؤال، ويعني طبعا من الفرحة يعني واللقاءات الأجراء مع فارسات الإمارات يمكن نساني هذا السؤال، أكثر شيء لفت انتباهك في فارسات الإمارات؟ يعني سرعة التأقلم. لا سرعة التأقلم مع الأرضية الأوروبية. كان هناك تخوف طبعا طبعا، احنا بدينا السباق في البرتغال البنات تقريبا يعني كان عندهم الموضوع كأنه تعلمون الفروسي من أول جديد، لأن الأرضية تختلف، الركوب في الأرضية هذه يختلف في الأوروبية، لكن الحمد لله قدرنا يتغلبن عليه. قلت لك في أربع مراحل أربع سباقات سوون، الخامس خذ الصدارة، خذ الذهب. نعم والحمد لله الإمارات عندها إن شاء الله العيد عيدين بإذن الله. نعم العيد عيدين. نعم كانت سعادة كبيرة بالنسبة للمتابعين وأيضا للجمهور الإماراتي والجمهور الخليجي المتابع. طبعا مشاهدينا الكرام تحدثنا أن الثلاث لقاءات طبعا مشاهدينا الكرام تحدثنا هناك ثلاثة سباقات اليوم. السباق الذي انتهى قبل لحظات سباق 80 كيلومتر نجمة واحدة ون ستار مقسمة على ثلاثة مراحل، صاحبة المركز الأول أنيلي أريكسون من السويد، المركز الثاني سالم أحمد الكدبي من الإمارات، المركز الثالث إبراهيم الحسني من الإمارات أيضا، وصالح العمري من الإمارات. طبعا مشاهدينا الكرام تغطيتنا مستمرة لهذا الحدث وثلاثة السباقات. السباقات طبعا تحظى برعاية كريمة من رعاية كريمة ورئيسية من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة في موسمه السادس. نعم الآن نتابع مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة انطلاق المرحلة الثالثة لسباق 120 كيلومتر مفتوح. طبعا انطلقت هذه المرحلة، طبعا السباق انطلق في تمام الساعة 5:30 صباحا، وطبعا أبوظبي الرياضية متواجدة هنا لمتابعة كل كبيرة وصغيرة بالنسبة لثلاثة سباقات هنا في هذا اليوم، اليوم الثاني من المهرجان. الفارس طبعا هذا محمد الجنيبي يبدو، نعم هذا عدنان سلطان النعيمي، عفوا هذا عدنان سلطان النعيمي صاحب الرقم 12 مدير عام نادي أبو ظبي للفروسية يشارك في هذا السباق وأيضا يتواجد في الصدارة. يتواجد معنا مشاهدينا الكرام الآن في الاستديو المخصص للنقل الحي والمباشر الأستاذ محمد عيسى العظم النائب العام، نائب العام لنادي دبي للفروسية. أستاذ محمد رحب بك على قناة أبو ظبي الرياضية وبهذا المهرجان الأكثر من رائع على مدار يومين، تلاقينا فيك في الأمس إنجاز إماراتي أكثر من رائع، ذهبية على مستوى الفرق، ذهبية على مستوى الفردي، وأيضا كسر الرقم القياسي. بداية تحدثنا عن الأجواء الجميلة هنا اليوم الثاني على التوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أرحب بالأخوة المشاهدين في سباق في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع المشاهدين لقناة أبو ظبي لسباق إيطاليا لهذا اليوم. طبعا السباق هذا استكمال لسباق اللي كان بالأمس، والحمد لله رب العالمين دولة الإمارات العربية المتحدة كان لهم إنجاز جدا كبير ورائع. وطبعا بهذه المناسبة كذلك نزف تهاني وتبريكات إلى أصحاب السمو الشيوخ اللي لهم الدعم الكبير اللي على أساسه وعلى أثره رياضة الفروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة تطورت بهذا التطور الكبير بشكل عام والقدرة بشكل خاص. طبعا اليوم السباق الاستكمال السباق اللي فيه طبعا أكثر من سباق مثل ما شايفين هنا في هذا اليوم. الظروف المناخية جدا صعبة صراحة حقيقة من أمس، واستكمال لهذا اليوم الرطوبة عالية، نعم المطر الأرضيات تغيرت بعد هطول الأمطار، كل هذه عوامل صعبة يعني تأثر على تخطيط أو ترتيب الفرسان وخططهم للمنافسة لهذا اليوم. لكن بشكل عام مثل ما نحن عارفين أن سباقات القدرة متوقع فيها وخاصة في أوروبا، نعم. في هذا الوقت من السنة التقلبات هي متوقعة، وبالتالي لكل مدرب أو لكل فريق يعمل الخطط اللي على ضوء يتم تغييرها وقت حدوث التغيير في الظروف المناخية هذه. نعم أستاذ محمد حدثنا عن طبعا المشاركة سيدات الإمارات والتطور الملحوظ في المشاركة وتوجن بالذهب بالأمس.
طبعا هذا انجاز كبير، نزف طبعا الاثر الكبير لسمو الشيخه فاطمه بنت مبارك اللي ترعى نهضة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام والفروسية والقدرة بشكل خاص. نحن اليوم متواجدين، والإنجاز الإماراتي أو إنجاز المرأة الإماراتية ما يخفى على حد. يعني إحنا الحمد لله رب العالمين المرأة لها دور كبير في مجتمعنا، وهذا طبعا مو من اليوم، لكن الإظهار اللي حصل في جانب الرياضي اللي كان نوعا ما غير ظاهر، والبرامج هذه والمنافسات والبطولات هذه اللي واحدة منها طبعا كاس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، نعم. كان الأثر في أنه يتم إظهار هذا الشيء. المرأة عندنا أصبحت وزيرة الحمد لله رب العالمين، نعم. وتنبؤت المناصب الكبيرة في الدولة، فما بيكون غريب أن يفوزون بسباقات كبيرة هذه. نعم. أبدا ليس بغريب على سيدات الإمارات سواء في المستوى المحلي وأيضا في المستوى العالمي. لو تحدثنا بس كيف شاهدت مشاركة أيضا المشاركة الإماراتية في باقي السباقات سواء اليوم في مختلف ثلاث سباقات؟ المشاركة كبيرة حقيقة، الأعداد يعني أعداد الخيول سواء اللي جاية من الإمارات أو الخيول اللي موجودة في أوروبا كبيرة مقارنة بالعدد الكلي للمشاركين في سباق هذا اليوم، فبالتالي وكذلك السيطرة الإماراتية. إذا نحن نلاحظ اليوم في سباقنا أغلب المتصدرين كلهم الإماراتيين، سواء كانت خيول جاية من الإمارات أو خيول لدولة الإمارات موجودة في الإسطبلات الأوروبية. نعم نعم. بما أن متواجد معنا على الهواء مباشرة، يا ريت هي بس طبعا موسم الإماراتي انتهى يعني طبعا، والآن الموسم الأوروبي طبعا صيف أوروبا في المشاركات الخارجية. يعني دائما ما تقول لي إحنا من ما نسكر الموسم الإماراتي على طول نتجه إلى الموسم الأوروبي وصيف أوروبا. تحدثني بس يعني سواء بالتحديد في قرية دبي الدولية للقدرة، الموسم تحدثي بشكل عام أهم مكتسبات هذا الموسم والمنافسة الشرسة كانت بين إسطبلات الدولة والشريفة أيضا طبعا. طبعا الهدف الأساسي من وجود السباقات أو قرى القدرة إن صح التعبير أو اللجان المنظمة اللي موجودة عندنا في الإمارات سواء كانت في الوثبة أو في مدينة دبي الدولية للقدرة أو في بوذيب. نعم. هذه المراكز الرئيسية نحن عندنا، نحن حقيقة عندنا من أكبر نعتبر من أفضل المنشآت الخاصة بسباقات قدرة في العالم. عالم صحيح. وما يعني هالكلام أنا أقوله وأنا متأكد منه بكون نحن صرنا مختلف سباقات القدرة حول العالم وشفنا المستوى اللي نحن واصلينه في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. فالتسهيلات المتوفرة عندنا ما موجودة عند حد ولله الحمد، وهذا طبعا كله بفضل أصحاب السمو الشيوخ اللي عاطينا الدعم للرياضة بشكل عام والفروسية والقدرة بشكل خاص. المدينة دبي الدولية للقدرة هي إحدى مراكز السباقات الخيل تشهد المنافسة. نعم. عندنا المنافسات تحصل طبعا بين مختلف الاسطبلات الموجودة في دولة الإمارات سواء كانت في دبي أو في أبو ظبي وبوذيب، فالجميع طبعا يشارك مثل ما تفضلت المشاركة الشريفة اللي هدفها الأساسي أن نحن نظهر بإمكانيات الخيل من خلال التدريب ومن خلال البيطرة من خلال العلاجات البيطرية من خلال التغذية، كل هاي مكونات كاملة ينصب في نهايتها أنك أنت تجهز خيل بطل. صحيح. الخيل هذا يتم المشاركة فيه في الموسم المحلي، وبعدين عند الانتهاء من الموسم المحلي يتم تجهيزه للمنافسات والاستحقاقات الدولية. الدولية نعم. بالنسبة لتنافس المدربين وأيضا تنافس الإسطبلات على مدار الموسم، كثرة أسامي المدربين والتنافس يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الميدان فيه أسامي وأسامي قوية. صحيح. أنت عندك في كل سباق يطلع عندك فارس جديد وبالتالي مدرب جديد. نعم. وهذا يعطي المؤشر كل مجتهد بيكون له نصيب. فإذا أنت كفارس وأنت المدرب قدرت أنك أنت جهز خيله كمدرب أتكلم، إذا قدر يجهز خيله ويوفر له جميع المقاومات لتجهيز هذا الحصان وبعدين يسلم الحصان هذا للفارس، الفارس هو الشخص اللي يقوم بقيادة الخيل هذا خلال مراحل السباق المختلفة، يقوم بتوزيع جهد الخيل في مراحل السباق اللي هي مراحل السباق، وطبعا في النهاية الفارس اللي المحنك اللي يستطيع طبعا يقوم بهذا التوزيع يحصل على الفوز. نعم. والفوز هذا مؤشر ايجابي للاسطبل نفسه لانه في النهايه هو بذل مجهود
مجهود طويل انك انت تجهز خيل القدره، هذا مو شيء بسيط. صحيح. تراكمات، وبعدين على الانظمه الدوليه الجديده الموجوده في عمليه تاهيل الخيل، الخيل ما بيدخل في المنافسه المسافات الكبيره الا ما يدخل في المسافات الصغيره ويجتازها بنجاح. صحيح. نعم. بالامس الفارسة عفرة السويدي طبعا اللي فازت بالذهبية على مستوى الفردي وايضا فازت بالذهبية على مستوى المشاركة في المنتخب، كان هناك كسر الرقم القياسي طبعا بالنسبة للريكورد، توقعت هذا الرقم الجديد؟ يعني من خلال مشاركتي ومن خلال تعاملي في السباق هذا والسباقات الأوروبية المختلفة بشكل عام، نحن كإماراتيين مقارنة بالأوروبيين عندنا سرعات جدا عالية. نعم. فتجهيز الخيل عندنا تجهيز مرتفع للسرعات العالية، وهذا الشيء غير مألوف وغير موجود أساسا عند الخيول الأوروبية الموجودة. فبالتالي بتلاحظ أن إذا في منافسة إماراتية دائما بتشوف السرعات غير موجودة أو غير متوقعة للسباقات الموجودة في أوروبا. بس أبو عيسى لو إحنا نلاحظ يعني أستاذ محمد أن مثلا أغلب تراكاتنا في الدولة تكون منبسطة يعني فلات. نعم فلات، فإذا تتوقع أن تكون سرعات عالية، ولكن نفس الخيول تشارك في أوروبا وأيضا ما شاء الله تبارك الرحمن نشوف سرعات عالية رغم صعوبة التضاريس. التضاريس مب اللي هو العام يعني هي إحدى العوامل اللي قد تخفف الصراحة. تخفف، لكن مب هي العامل الأساسي، وهذا الشيء حقيقة نحن شفناه من خلال مشاركاتنا في سباقات ثانية أو سباقات في مواقع أخرى. نعم. أكثر صعوبة وأكثر وعورة. نعم. في النهاية مثل ما قلت لك رغم ذلك هناك سرعات، السرعات يعني يعتمر على ريكفري الخيل. نعم. الخيل يعني يسترجع يعني يكون جاهزيته للمرحلة الثانية، استرجاع الطاقة للخيل. نعم. يكون أسرع أو يكون جاهز يعني عند الخيل لما دخل في منافسات وعنده ريكفري سريع. صحيح. فبالتالي نفس الوضع بيكون عنده في سباقات الأوروبية، بالإضافة. صحيح. إلى أن وجود الخيل في الضغط اللي يتعرض له في سباقاتنا المحلية أشد من الضغوطات اللي يتعرض له في سباقات الأوروبية. نعم. كل ومقارنة الظروف المناخية نحن أشد في دولة الإمارات عندنا. طبعا هاي أمور نسبية، أنا ما قاعد أتكلم هيك قواعد عامة. نعم. نتحدث طبعا هي أمور نسبية تختلف من سباق إلى سباق ومن خيل لخيل، ومن ممكن نفس الخيل يكون عنده وضعية في سباق ويختلف الوضعية في سباق الثاني. صحيح. لأن في النهاية أنت تتعامل مع كائن حي. نعم. نعم كائن حي، والكائن حي هذا ممكن ظروف المناخية تأثر عليه، ممكن حالته النفسية للخيل كذلك تكون مؤثرة. صحيح. نعم. وأيضا يعني الجزئيات البسيطة قد تأثر. صحيح. على الحصان. صحيح. طبعا تحدثت أنك يعني بما أن يعني تكونون على مدار الموسم في صيف أوروبا متواجدين في أوروبا، تحدثنا عن تواجدك في أوروبا. طبعا أنت متواجد هنا في هذا المهرجان الجميل الذي يحظى برعاية أساسية من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أيضا عن عملكم في أوروبا على مدار الصيف للموسم القادم. طبعا الموسم الأوروبي يبدأ عندنا بعد مثل ما تفضلت بعد انتهاء الموسم الإماراتي. الهدف الأساسي يكون لتحريك الخيول أو تجهيز الخيول صح التعبير في أوروبا استعدادا لمنافسات تجرى في تقوم في أوروبا، والشيء الأساسي بيكون طبعا البطولات الكبيرة. فعلى سبيل المثال نحن في هذا نحن في هاي السنة شاركنا في السباقات هذه، من ضمنها السباق هذا اللي برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد الهيان. المشاركة أساسية طبعا لتجهيز الخيول، نحن جميعنا كأهل الخيل والقدرة عارفين أن عندنا البطولة العالم للألعاب الفروسية اللي بيكون في نورماندي إن شاء الله على آخر شهر 8، هو أهم سباق عندنا اللي متوقعين فيه مشاركة كبيرة من جميع دول العالم ومنافسة شديدة، وبيكون فيها مشاركة إن شاء الله من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتأمل إن شاء الله يكون لنا فيها نتيجة طيبة. نعم. ما مدى الاستعداد لهذه البطولة؟ الاستعداد الحمد لله طبعا موجودة من فترة طويلة. الفريق الإماراتي إن شاء الله بيكون فريق له خبرة كبيرة وله دراية في سباقات القدرة. إن شاء الله بنحافظ على الفوز اللي تحقق بقيادة فارس العرب سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد في إيستون بارك في 2012. إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله نحن على قد التحدي هذا إن شاء الله نحافظ عليها في نورماندي 2014. نعم. أستاذ محمد كلمة أخيرة ودك تقولها؟ حقيقة هذا اللي قاعد يصير سواء المشاركة أو الدعم اللي تحصل عليه السباقات سواء في دولة الإمارات أو خارج دولة الإمارات هو عبارة عن نتاج القيادة الحكيمة اللي لدى أصحاب السمو الشيوخ عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، قيم الأصالة العربية اللي ترتبط فيها معاني الخيل العربي. نعم. وهذه طبعا نحن ورثناها من
تراثنا ومن عاداتنا. طبعا المغفور له الوالد الشيخ زايد رحمه الله تعالى كان من الداعمين الاساسيين للخير العربي، والحين الحمد لله دوله الامارات ماشيه على هذا التوجه، ونحن لو قاعدين نوصل له والدعم اللي قاعد يوصل طبعا هي رساله محبه وسلام من دوله الامارات العربيه المتحده للعالم. نعم استاذ محمد عيسى العضب النائب العام لنادي دبي، نائب العام لمدير نادي دبي للفروسية، أنا أشكر جزيل الشكر على تواجدك معنا وإن شاء الله ليايات أكثر إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيل الشكر، ومشكورين الأخوة في قناة أبوظبي على الدعم الكبير اللي قايمين به خلال الأيام هذه، حقيقة جهد مشكور ومشرف في نقل الصورة اللي قاعد يصير عندنا في السباق إلى الإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة. شكر جزيل الشكر أستاذي. مشاهدينا الكرام نستعرض الآن المرحلة الثالثة من السباق 120 كيلومتر للسباق المفتوح، وينضم بعد اللحظات إلينا الأستاذ سلطان المرزوقي. تحية مجددة لكم مشاهدينا الكرام في هذا النقل الحي والمباشر هون اليوم الثاني للمهرجان الذي يحظى برعاية رئيسية من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية والأصيلة. طبعا الخيول العربية الأصيلة هنا في موسمه السادس. طبعا مشاهدينا الكرام الفارسة اليام على وشك الانطلاق للمرحلة الخامسة والأخيرة من السباق المفتوح. نجدد التحية بالأستاذ سلطان المرزوقي. طبعا ابو مايد نرحب بك مره اخرى على قناه ابو ظبي الرياضيه والاستديو الخاص. اريام الان تنطلق للمرحله الخامسه اعتقد من السباق المفتوح.
نعم المرحلة الخامسة والأخيرة. نعم الخامسة والأخيرة. آخر الأخبار بالنسبة لفرسان الإمارات وانطلاقهم المرحلة الخامسة والأخيرة من السباق المفتوح. الحمد لله أخبارنا دومها طيبة. نعم. من المركز نعم. الأول إلى المركز الثامن إماراتي. يا سلام عليك. إلى الآن. طبعاً هم يعني نتكلم من المركز الأول إلى المركز الثاني ما في فروقات كبيرة بينهم تقريباً ما تتجاوز العشر دقائق. نعم. من الأول إلين المركز الثالث. الرابع إلى المركز الرابع هذه لها مجموعة واحدة. إلى من المركز الأول المركز الرابع. نعم. مجموعة واحدة وفي المرحلة الخامسة. المرحلة الأخيرة. نعم. فنتأمل إن شاء الله طبعا إن شاء الله بإذن الله تكون اليوم المنصة إماراتية من ذهبها من فضتها ومن برونزيتها. إن شاء الله. طبعا أنت تحدثنا من المركز الأول إلى المركز الرابع مجموعة واحد يعني فروقات بسيطة زمنية. نعم يعني فروقات هذا الكلام يذكرنا دقيقة وثلاثين ثانية. نعم نعم. هذا الكلام يذكرنا طبعا مقابلة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم طبعا عندما تحدث أن تطور الفروسية أن حتى في المراحل الأخيرة قمنا نشوف جروبات ما شاء الله تبارك الله. صحيح هذا كلام صحيح. طبعا تطورت الرياضة في الإمارات أنا خاصة عن العالم كله أن الفروقات تكون صعبة والفروقات تكون في الأمتار الأخيرة فقط. نعم. أنت إنك أنت توصل حصانك من اللوب الأول من المرحلة الأولى إلى المرحلة الأخيرة لازم تكون مع مجموعة الصدارة. لو ما قدرت تكون مع مجموعة الصدارة فأنت السباق راح عليك. راحت عليك. من البداية يوضح عندك الموضوع. نعم. هذا. بنتحدث بالتفاصيل مركز بمركز لين مثل ما ذكرت المركز الثامن. نعم. إماراتية. نعم. ولكن ننتقل إلى زميل سعود الرئيسي واحد الضيوف هنا في قرية القرية الإيطالية للقدرة. تفضل سعود. مسعود بالتأكيد معي أحد الصحفيين أو الصحفي الرسمي الموفد من صحف الإمارات عصام السيد الخبير في عالم الخيول. عصام كيف كانت أصداء الصحف الإماراتية بعد الإنجاز التاريخي بالأمس؟ ولا طبعا هذا الإنجاز التاريخي لفارسات الإمارات وجد صدى واسع جدا في الصحف الإماراتية وقامت الصحف بنشر الخبر مباشرة بعد هذا الإنجاز اللي حققته فارسات الإمارات في سباق الفردي وسباق الفرق من خلال فارسة عفراء السويدي وآية عبد الله وعليا الخفاجي بالإضافة إلى الفارسة عائشة الرميسي التي حلت طبعا في المركز 18 أما لكن أفراء كانت هي صاحبة الميدالية الذهبية وآية كانت صاحبة الميدالية الفضة البرونزية أما علياء الخفاجي اللي حلت في المركز السادس ساعدت منتخب الإمارات في الحصول على ذهبية الفرق. نعم. عصام كم كلمة كتبتوا أمس؟ احنا كتبنا طبعا خبر عادي نزل في وام ونزل في كل الصحف الرسمية في الإمارات وطبعا بكرة حيكون في تغطية واسعة للجرائد يعني للحديث بالتفصيل عن هذا الإنجاز الإماراتي الذي حققته فارسات الإمارات في هذا السباق الاستثنائي الذي يعد أول سباق للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفرق. نعم. عصام يمكن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة احتل صفحات من الصحف الإماراتية من خلال كل المناسبات ليس فقط اليوم إذا ما تكلمنا عن المؤتمر العالمي اللي كان في الشهر السابق وإذا ما تكلمنا أيضا عن كل الجولات العالمية التي تحتضنها هذه المنظومة الكبيرة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يمكن الصحف الإماراتية بدأت تركز بشكل أكبر على الفروسية بشكل عام ومهرجان سمو الشيخ منصور. والحقيقة المهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان العالمي للخيول العربية دون اسمه بأحرف من نور كسلسلة متنوعة من سباقات الفروسية لم يعني ليس فقط هي السباقات الفلات أو السباقات السريعة بل تحتوي أيضا سباقات القدرة في المؤتمر العالمي لخيول السباقات السريعة في أمور تتعلق بالفرسان والمدربين والمربين فأخذ يعني فعلا مساحة كبيرة جدا جدا وشاملة في جميع أنحاء العالم ومن خلال كثير من
المواقع العالمية. شكرا لك عصام. شكرا جزيلا. كان معي عصام السيد القلم المتنقل لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وموفد الصحف الإماراتية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. الكلمة تعود لك ولضيفك في الاستديو مسعود، تفضل. شكرا سعود الرئيسي. بومايد، طبعا تحدثنا عن سباق 120 كيلومتر وعن الصدارة الإماراتية والمراكز الثمان الأولى، وهم أول ثمان منطلقين إن شاء الله، وتحدثت عن أيضا الأول أربعة فروقات الزمنية بسيطة جدا. يا ريت بس لو نتكلم عن مركز مركز وانطلاقة انطلاقة بالنسبة للمشاركات الإماراتية. طبعا هذا بالسباق المفتوح. طبعا نعم، هذا السباق المفتوح 120 تو ستار. نعم. طبعا الأول هو سعيد الحربي، حصان قوي. نعم. منافس بدا من الانطلاقه قلت لك كان ثالث. نعم. وفي اللوب الثاني اول، اول في اللوب الثالث اول, أول. في الربع الثالث واللوب الرابع ما زال هو حافظ على الصداره. المركز الثاني علي خلفان، خليفه علي خلفان الجهوري. نعم. بطل خليفه. نعم. نعم بطل خليفه، بطل العالم الجونيور. نعم. وابن الفارس المخضرم. نعم. علي خلفان الجهوري. نعم. طبعا بدا السباق كان في المركز، في اللوب الاول كان المركز الرابع، اللوب الثاني كان مركز رابع. نعم. اللوب الثالث كان مركز ثالث، واللوب الرابع مركز ثاني. فهو الحين هو يطارد، يعني هو جاي من ورا بدا يتحرك يتقدم في المركز لين وصل المركز. وبالنسبه بالنسبه لو ايضا تنوي الساده المشاهدين عمليه الريكفري بالنسبه عنده، طبعا حصان حصان فانديفال، حصان اوروبياني، حصان معروف. حصان هذا اخذ الاول في بطوله العالم للجونيور في الامارات مع الفريق الاوروبياني، خذ المركز الثالث في بطولة العالم في بريطانيا، وكان ممتطيه الفارس علي الجهوري، علي خلفان أبوه، وحصان قوي وحصان معروف يعني. وإن شاء الله اليوم إن شاء الله نشوف منه أداء إن شاء الله. وثالث المنطلقين، ثالث المنطلقين اللي بيكون هو الشيخ حشر المكتوم، هو في المركز الثالث. طبعا انطلق الشيخ حشر في المرحلة الأولى كان مركز العاشر، المرحلة الثانية كان المركز التاسع، المرحلة الثالثة كان المركز الثاني، الحين تأخر المركز الثالث. إذن نعم، تقدم سريع الثالث. من بعد الثاني طبعا والثالث. لكن إيه، لكن أنت ما تقدر تحكم عليها الحين لأن الفروقات بسيطة جدا. صحيح. يعني ما تذكر دقيقة، دقيقة وثلاثين ثانية، دقيقة وخمسة وثلاثين ثانية بالطريقة هاي. فهم بيطلعون طبعا فروقات بينهم، بيتجمعون مثل جروب مرة ثانية وبيرفعون البيس لا نتوقع إلى أن يوصل قريب خط النهاية، راح يعطي يحاولون يأخذون الخيل كل اللي ممكن يعطيهم يعني. نعم نعم. بالنسبة لرابع المنطلقين، رابع المنطلقين اللي هو سعيد الخياري، مثل ما تكلمنا عنه كان فارس جيد ومادي وله عدة نتائج وإنجازات في دولة الإمارات. طبعا انطلق السباق اليوم في المرحلة الأولى كان مركز سابع، في المرحلة الثانية كان مركز سادس، في المرحلة الثالثة والرابعة رابع. نعم. معناته بعد هو من ضمن مجموعة الصدارة. نعم. مجموعة الصدارة. ومن ضمن المجموعة أنا أتوقع أن الأول يكون من ضمن المجموعة هذه، أول ثاني ثالث رابع، واللي فيه الخير ان شاء الله اللي نصيب اليوم اللي ان شاء الله نتأمل كلهم ان يشاركوا بالمنصة. اللي يقدر اليوم وركب المنصة مبروك، واللي ما بيقدر ما بره يركب المنصة ان شاء الله نقول هارد لك والفال الجايات ان شاء الله. نعم. اي اضافات بالنسبة للمشاركين في 120 ودك تذكر شيء يعني؟ لان نعم ما شاء الله تبارك. نعم. الرحمن عندي المركز الخامس. عندي الفارسة أريام. نعم. اليوم حضورها قوي فس. نعم حضورها قوي، مركز خامس الى نعم. الان وتطلق الفرق يعني تحدثنا الفروقات بسيطه جدا الاربعه الاوائل بالنسبه لاريام. اريام بينها وبين الصداره ست دقائق. اي شورتج او اي تقصير من الفرسان الاربعه اللي قدام اريام راح تدخل في الصداره، راح تدخل معاهم. فهني صاحب اي مركز نعم. فهي الحين تطلع وهي الطارد. نعم. فمتى ما لحقت حد فيهم هي تتقدم مركز. اتوقع حصانها ممتاز، سوى الري انسبكشن الحصان، كان يبين الحصان يعني من سالت الدكاتره يقول الحصان يعني اداء جيد، ما عنده اي ما يعاني من اي مشكله كانه ما ركب. نعم. فاتوقع ان الحصان ان شاء الله يؤدي اداء زين. نفس الشيء الحصان كان الريكفري ماله طول فتره السباق تقريبا منتظمه، دقيقه و56 دقيقه 53 دقيقتين 43 دقيقتين 29، معناته الحصان بعده في الفورمر. ما صار عندنا الشورتج اللي تكلمنا عنها والمشكله اللي نتكلم عنها، مشكله الثمانين كيلومتر. نعم نعم. هني نعم تبين الفروقات يعني. في خيول انا هني مثلا عندي ممكن اذكر لك اياها خيول. اتفضل. متاخره شويه، مثلا عندنا خيل فحص في الروب الاول دقيقتين، في اللوب الثالث ثلاث دقائق وخمسه، في اللوب الرابع اربع دقائق. في خيول عندنا مثلا فحصت في اللوب مثلا دقيقتين ثلاث اربع، دقيقتين ثلاث خمس، دقيقتين نعم ثلاث خمس. لاحظ بدل اجهاد، بدل اجهاد
هني يبين ان الخيل بدا عنده اجهاد، لكن خيول المراكز الاولى ما عندها الموضوع هذا. نشوفه مثلا دقيقة بالطريقة هاي، دقيقتين ماشي نفس هني ما تغير. هني يعطينا مؤشر ان الخيول كلها جاهزيتها عالية، معناته هني يفرق الخيل، راح يفرق في السرعة. الخيل الاسرع اتوقع اللي في الفنش الخيل الاسرع هو اللي يفوز. نعم. سادس المنطلقين اللي هو الفارس الكبير. نعم. عدنان سلطان النعيمي اللي هو مدير عام نادي بضبي الفروسية. نعم ابو سلطان عاد مشارك بقوة. نعم هو مشارك، احنا اللي سمعناه عنه امس انه هو اليوم مشارك عشان يتأهل لكأس رئيس الدولة. نعم. لكن تفاجأنا انه منافس. نعم نعم منافس قوي. منافس قوي. كان اول في احد المراحل كان اول منطلقين اعتقد. في هني انا عندي لا هو كان او ثاني. ثاني المنطلق، كان ثاني المنطلقين. صحيح. نعم. المرحلة الثانية. نعم كان ثاني المنطلقين في لوبين، في اللوب الاول. واللوب الثاني. واللوب الثاني. هو كان ثاني بعدين صار سابع والحين رجع السادس. نعم. الفرس اللي عنده تكلم انه فرس صغير عمره 7 سنين، فسالته قبل اللقاء علومك بسلطان كيف الوضع، قال لي والله انا الفرس احاول اوصلها يعني ما اريد اجهدها اكثر من 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 اللازم. نعم هذا يستعد لانطلاق المرحله الثالثه. نعم. اي نعم ما قال ما باجهد اكثر من اللازم، ونفس الوقت اباه احاول ان 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 الحق اللي ركب الصداره، لكن بدون ما اضغط على الفرس، اذا فيها بخليها، ما فيها بحاول إن متى ما حسيت انها تعبت بحاول اني امسك الفرس. نعم. والتوفيق له ان شاء الله طبعا، لانه من زمان ما ركب، صار سنين ما فتره طويله ما ركب. نعم فتره طويله ما شاركنا. نعم نعم نعم. سابع المنطلقين. سابع المنطلقين اللي هي فاطمه جاسم. سابع المنطلقات. نعم فاطمة جاسم المري. فاطمة طبعا معروفة. نعم. فاطمة فارسة قوية. قوية جدا معروفة. لها نتائج كثيرة. صحيح. كانت تركب لفريق سيح السلام، أدت يعني عدة سباقات مراكز كثيرة في كأس رئيس الدولة، في سباقات النسائية، فعلا هي فارسة قوية، وانت تمنى اليوم إن شاء الله تكون أداها جيد. نعم. الإماراتي الثامنة والإماراتية الثامنة. الإماراتي اللي هو أحمد محمد السبوسي. نفس الشيء، أداء ثابت، حصان عنده أداء ثابت جدا، عنده مشكلة اللي تكلمنا عنها، مشكلة 80 كيلومتر. هو الحصان الوحيد اللي بينت عنده المشكلة هذه، اللي هو في اللوب الأول تفحص في دقيقة و32 ثانية، في اللوب الثاني دقيقة و42 ثانية، في اللوب الثالث دقيقة 57 ثانية، في اللوب الرابع 7 دقائق ونص. نعم. شوف هذا الفرق. نعم. اللي تكلم فرق كبير. نعم نعم. هني نعم. معناته الحصان نوعا ما يمكن في إجهاد. فأنا أتوقع ان الحصان هذا اللوب الاخير ما راح يكون اداء قوي، لكن ممكن يخلص السباق. نعم. مسبح من الوحل في منطقه التبريد، هذا اللي كنا نتكلم عنه واللي كنا خايفين منه، والرطوبه اللي نتكلم عنها. الساده المشاهدين يشوفون هذا يعني اللي احنا نخاف منه، والرطوبه العاليه اللي تصير في الجو يعني بسبه الماي والوحل في منطقه التبريد. بالضبط، خصوصا لان منطقه الضغط في الماي كله في منطقه التبريد. صحيح. منطقه التبريد عاده توحل بدون مطر. نعم نعم. فكيف لما يجيها والمطر ويزيد. نعم. المطر. شوف. فهذا صعب المهمه، الخيل نفسه يعني حركه الخيل صعبه، الاصابات. نعم. وارده، حركه الكرو اصعب، حركة الكرو. نعم. حركة الكرو. نعم صحيح. يعني والله اليوم السباق يعني انا يعني فعلا انا اشكر كل الناس المشاركين اليوم، لان فعلا معانا طبعا الكوادر البشريه. نعم. اللي تعمل على اراحه الخيل، تبريد الخيل، فحص الخيل قبل الدخول على فترة الريكفري طبعا، ولا ننسى اللجنة البيطرية اللي اليوم البيطرية موجودة. نعم. فعلا يعني اليوم قاعد تسهل المهمة للمشاركين بالظروف اللي احنا قاعدين نشوفها هذه، من يعني 4 فصول في نفس اليوم. هذا 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 فعلا يعني يكون مجهد على الخيل. ومايد يعني تحدث عن اللجنة البيطرية وايضا تحدث عن اللجنة الفنية، يعني ايضا الذي يشرف اللجنة البيطرية اللجنة الفنية الكادر الإماراتي متواجد طبعًا. يعني في رياضة ليس فقط في المشاركة، ليس فقط في الكوادر اللي تعمل على في الاسطبلات المنافسة، ولكن أيضا في اللجان المنظمة، في اللجنة البيطرية، حتى لو ما كانوا إماراتيين، من الجاليات العربية المقيمة في الإمارات. طبعا هم ناس عندها خبرة عالية متواجدين في الإمارات. إذا بتكلم. نعم. يعني بتكلم عن اللجنة البيطرية اللي هم مثلين من الإمارات، دكتور رضا، دكتور علي الطويسي، دكتور رضا بالشمري، الدكتور علي الطويسي، دكتور محمد الحماد، محمد الحماد. نعم. من السعودية. نعم. دكتور هارفرد، الكفاءات المعروفة. نعم. دكتور هارفرد بالاتحاد الدولي الإمارات. نعم. يعني هذيلا يعني من أهم
الدكاترة البيطريين المتواجدين في دولة الإمارات، متواجدين في دولة الإمارات، اللي تكلمنا عن اللجنة الفنية طبعا محمد الحضري محل في قنوات أبو ظبي الرياضية معروف غني عن التعريف، صار أشهر من نار على العلم طبعا محمد مفتاح الحراسي، مفتاح الحراسي أبو محمد أيضا محل في قنوات أبو ظبي الرياضية، نعم ريال يعني في اللجنة الفنية، نعم. وفي لجنة طبعا لجنة قوية، عزيز الشيخ، عزيز الشيخ نعم. نعم ناس يعني على أعلى مستوى مؤهلين فور ستار، بالعكس وجودهم في حدث مثل هذا يرفع من الحدث، لأن اللجنة الفنية على أعلى مستوى، نعم منهم يطلبون بالأسامي طبعا لكي يتم تحضير مثل طبعًا هذه طبعًا الأحداث العالمية. نعم أنا أشوف أن اللجنة الفنية الموجودة اليوم واللجنة البيطرية اللي مشرف على السباق هذا اليوم هي على أعلى مستوى، اتخاذ القرار عندهم بطريقة سليمة 100% تروي، يعني يعطون الأدفانتج للفارس والحصان، الحرص غير عادي، الكل اليوم طالع راضي، ما عندهم ولا، لأن الحين أنا سألت اللجنة المنظمة ما عندهم ولا احتجاج واحد إلينا الحين. نعم نعم صحيح، تتكلم عن 4 سباقات، سباق أمس اللي هو سباق الفرق وسباق قوي، وسباق كان قوي، واليوم تكلم عن 3 سباقات وما عندهم ولا أعداد كبيرة من المشاركين طبعا ولا احتجاج، اليوم أكثر من 170 خيل مشارك، نعم نعم، فولا احتجاج واحد، فهذا يدل على أن لجنة منظمة، لجنة عارفة شو قاعد تسوي. نعم نعم طبعا أيضا لو نتابع أن أيضا بنسبة تحدث بالأمس بمايد، يعني أمس كانت الأجواء ماطرة، نعم، فالأرضية جدا صعبة، وليس فقط بالنسبة للكائن الحي اللي بيشارك في هذا السباق، وأيضا السيطرة من قبل فارس، أيضا تحدثت أن يعني فجأة الأرضية تغيرت على أيضا الحصان، أيضا يتوتر الحصان طبعا، الحصان لما ما يكون ثابت ويمشي على أرضية وحل طبعا الإصابة تكون يعني نسبة ارتفاع الإصابة واردة وبسهولة، فعشان كذي كان مطلوب حذر كبير من الفرسان ومجهود عالي من الخيل. نعم لاحظنا أيضا يعني دائما أهمية الفترة ما قبل السباق تعود الحصان طبعا يمشون الخيل، ولا حط مني قبل انطلاق يمشون، كان في نرفزه بسيطه، نعم طبعا في نرفزه في خيول اليوم طبعا صار كذا حادث، لكن لله الحمد بدون اي اصابات بدون اي مشاكل، الخيل تزلق وايضا شاركوا طبعا حاول شاركوا وكملوا، نعم. الخيل تزلق، واغلب الاصابات اليوم نتكلم عنها مثلا حصان غانم الهاجري اللي من ضمن الاسباب، انا كلمت غانم يقول لي انا حسيت ان الحصان زلق عندي في في المرحلة الثالثة في أحد اللفات في أرض طين، نعم في أرض طينية، فقال لي أعتقد أن أداء الحصان بدأ يختلف علي بعد الزرقة، يعني الخيل يعني قائم على 4 قوائم إذا زرق يتأثر وبو مايت، سبحان الله تلاقي بعد السباق الخيل يرجع طبيعي طبعا، لكن يا ريت ما صار شيء طبعا، لكن اللجنه ما تقدر تقول نعم ما تقدر تجازف، لان في النهايه سلامه الخيل الإصابة، نعم. طبعا سلامه الخيل وسلامه الفارس من اهم اولويات اللجنه، اللجنه مش جايه هنا عشان تقول من اول من ثاني، لكن عشان ان تكون ما في اصابات والعالم كلها تطلع راضيه، لان هذه رياضه ومنافسه والعداله وسلامة الخيل والفارس هذه من أهم أولويات. نعم هذا شوف الماي في هذا خط الفنش على فكرة، يعني إذا في فنش بيوصلون الحين الناس تتريام، تخيل كمية الماي اللي موجودة لو خيل زلق لو أي شيء صار لا قدر الله، شيء صعب. نعم يعني طبعا شيء سهل. كنا مستمتعين هنا في الفينش لاين في خط النهاية بالأمس وتغطيتنا، واليوم إن شاء الله بإذن الله أيضا الإعلام الإماراتية سوف ترفرف في خط النهاية بأيادي فرساننا أو فارساتنا بنهاية المرحلة 5 والأخيرة من السباق المفتوح لمسافة 120 كيلومتر ان شاء الله اليوم نشوف فرسان الامارات. ومحمد الحضري بيتجه الى طبعا اللجنه الفنيه لازم تكون الفينش لاين. نعم الفينش لاين مهم، لان تحديد الفينش لاين ان احيانا وفي عندهم تلقى عندهم بعد مصور لاثبات الفينش لاين، لان اذا كان التسابق اذا كان يعني نعم اذا كان في منافسه شديده والخيلين مع بعض فيشوفون حتى الفوتو فينش منو الخيل اللي طاف قبل ومايد. يعني كنت في حديث سريع مع محمد الحضري، نلاحظ الحين الدراجه اللي هي نعم بما ان الدراجه قادمه اذا معناته الفرسان وراها نعم قريب. إلي ما نشوف الفرسان، سؤال سريع، إن لازم في سباقات القدرة يكون تقريبا شبه خط مستقيم بالنسبة للفرسان قبل دخول القرية طبعا الفينش، لأن احنا نتكلم قلنا احنا الفروقات تستوي في الأمتار الأخيرة، نعم. مثل ما شفنا أن الفرسان يعني الأربعة ريل يعني مثل ما عندنا في البلاد، احنا عندنا ريل هني لازم يسوون خط مستقيم للنهاية، لازم يعني صعب انك تفتح على الخيل مثلا في لفة لا سمح الله طبعا أو انك طبعا صعب انت تتفادى، احنا قلنا سلامة قصيرة. الخيل وسلامة الفارس هي من أولويات اللجنة المنظمة، فإذا كان الحماس يزيد على الأمتار طبعا الأخيرة، نعم. انت تبغى تفوز وهو يبغى يفوز وغيره يبغى يفوز، فتعطي شوي لازم تعطي مدى ان يبين الخيل الأسرع، احنا قلنا الخيل
الحين الحين كنا تقريبا متقاربه في المستوى ومتقاربه في حصات القلب متقاربه في الميتابوليزم، معناته ان الخيل اللي بيفوز هو الخيل الاسرع. الحين احنا نشوف الدراجه الناريه، لكن ما ادري هل هي للفينش لل 120 او للجونيور، لان في سباق ثاني للجونيور. نعم. اللي هم جايين يكونون من المرحله صحيح. الرابعه يعني عندهم مرحله بعد باقي. نعم. لهم تكون المرحله الاخيره. بما انك ذكرت الجونيور ايضا، يا ريت لو تنوه المشاهدين الكرام اخر الاخبار بالنسبه لفرسان الجونيور. بالنسبه للجونيور اعلام اماراتي في المقدمه، اماراتي الاول وثاني وثالث. نعم. والخامس اماراتي ما شاء الله. عندهم منافس واحد داخل معهم ايطالي، لكن الفرق كبير. طبعا الفرق كبير بين الاول. نعم. الاول منفرد بالصداره بفرق 12 دقيقه عن الثاني والثالث، يعني والرابع. اذا الامور مشت بايجابيه وبدون اي مشاكل لا سمح الله، ما اعتقد انه يخسر السباق. ما ان شاء الله نقول يا رب. ان شاء الله يا رب. بس نعم. اغلب الخيل حتى هني فحوصاتها بعد متقاربه، يعني صعبه تخمن الا ان ليه خطر في النهايه. نعم. او بعد الري انسبكشن. طبعا الحين بيوصلون الخيل من المرحله الرابعه بيفحصن، بعد الفحص احنا نشوف وبنشوف الفروقات، اذا في فروقات ممكن نتكلم عنها. فرسان شباب وناشئين، ما مدى تأثير هذا الشيء، الفارق العمري، يعني مثلا هو في مرحلة الشباب والناشئين في الأمتار الأخيرة من السباق، ولا فرسان أبطال؟ والله فرسان أبطال وعودونا. نعم. خليفة أكثر من مرة. بتكلم نعم. عن خليفة يعني خلفان. خليفة فارس بطل، فارس فاز بكأس رئيس الدولة. طبعا على صغر سنه اليوم هو مشارك في المفتوح، ما شارك عند الجونيور، كبر خلاص. لا هو أقل بعد نعم نعم نعم. الجونيور اللي 21 سنة هو عمره اليوم أعتقد 15 سنة. صحيح. لكن صحيح. فارس مشارك مع الكبار. نعم. لأنه هو فارس كبير. نعم هو فارس كبير. بالضبط. وفرسان الإمارات كلهم. نعم. كبار. نعم نعم. الإمارات ما تنتج إلا فرسان كبار. نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا أبو مايد تحدثنا عن أول منطلقين بالنسبة لسباق الشباب والناشئين. أول منطلقين اللي هو الفارس محمد المزروعي. محمد أداء جيد، مسك الصدارة من اللوب الأول إلى اللوب الثالث وهو في الصدارة. المركز الثاني حاليا محمد المهيري، نفس الشيء هو في المركز الثاني من الصدارة إلى الآن. وهو من الانطلاق إلى الآن هو في المركز الثاني. المركز الثالث علي العلي. نعم. في المركز الثالث حتى الآن هو بدأ في اللوب الأول كان مركز رابع، وفي المركز في اللوب الثاني أو المرحلة الثانية المركز الثالث، وإلى الآن هو المركز الثالث. المركز الرابع طبعا لفارس إيطالي اسمه كوبين كلايمة، وهو في المركز الرابع. واعتقد انهم بيتنافسون على الـ 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 ما اعتقد ان يعطونا فرصه انه يركب معاهم المنصه. نعم. هم بيحاولون ان ياخذونها اماراتيه. نعم. خالصه. طبعا بوصول الدراجه الناريه تحدث انه الفرسان على مشارف القريه. نعم. اما ال 120 كيلومتر مفتوح فرسان 120 كيلومتر او للشباب والناشئين. ايضا سعود الرئيسي انا شفت الان خلف الاستديو يتوجه الى خط النهايه ايضا، اذا في وصول يعني في ان شاء الله. يعني لحظات ان شاء الله. طبعا سعود سوف يوافينا بالاخبار. احنا شفنا سعود الرئيسي عين بضب الرياضيه الان تتجه ايضا الى خط النهايه، هي متواجده في خط النهايه، ولكن مراسلنا سوف يتجه هناك لكي ياتينا باخر الاخبار. نتابع احد الفرسان الان على وصول للقريه. هذا مش من فرسان الصدارة، هذا فارس من فرسان نعم نعم المرحلة السابقة. نعم. نعم. ينهي المرحلة الرابعة أو نعم ينهي المرحلة الرابعة أو الثالثة، في فرسان متأخرين بعد ممكن. نعم. فأعتقد أنهم المرحلة ينهي المرحلة الرابعة، أتوقع المرحلة. نعم. الرابعة على حسب الوقت وعلى حسب الظروف. نعم. لأن الفارس حتى أشوف نشاط حيله وماشي، فأعتقد. نعم. أن المرحلة الرابعة. نعم. بس حبينا ننوه للسادة المشاهدين أن المرحلة الأخيرة هي 20 كيلومتر. نعم نعم نعم. نعم يعني اذا كان فيه السرعه راح تتجاوز، اتوقع انهم يخلصونها في 45 دقيقه، اتوقع كذي وممكن اقل. هم انطلقوا تقريبا الحين صار لهم 20 دقيقه او 25 دقيقه، اتوقع اللي باقي 20 دقيقه. باقي 20 دقيقه. نعم. ابو مايد يعني حتى بالامس يعني حتى لاحظنا في سباق ال 120 كيلومتر او 127 بالنسبه للسيدات لفرق السيدات، يعني المرحله الاخيره كانت 20 كيلومتر، يعني ايضا زمن قياسي في. نعم. في الوصول امس. نعم. تلاحظ ان امس اسرع من سباق امس، اسرع من سباق اليوم. نعم نعم يعني نعم. لان المرحله الاولى كانوا 23، المرحله الثانيه 22، بعدين 23، المرحله الرابعه 26.
اما اليوم لا نشوف ان المراحل يعني رد الوضع الطبيعي اللي هي السباقات الطبيعيه، لكن لان قلنا فارسات الامارات امس كان ايضا وايضا خيول ابطال ومدربين محنكين وايضا الكل بالضبط، والظروف تختلف. البارحه كان الجو ممطر والجو ما كان فيه الرطوبه العاليه. شوف الرطوبه العاليه كيف اخرت الخيل، شوف يعني فرقت من افريج سبيد 24 الى 21، يعني 3 كيلومتر اخر الخيل صحيح. لان الرطوبه العاليه. نعم، كنا في حوار جانبي ايضا مع سيدات الامارات في المراحل الاولى قبل النقل الحي والمباشر، يتحدثن أنهن سعيدات أن يشاركن في هذه الأجواء، يعني كانوا البنات مبسوطات على الأجواء المطرة أمس. يعني طبعا الجو المطر كنا مشتاقين للمطر، احنا كنا نستانس على المطر، لكن مرات أن الظروف تختلف. مثل ما قلنا المطر زين أن الخيل ما ترتفع حرارته وأن أموره تكون يعني أبرد والجو أبرد بالنسبة له، لكن ما بزين من ناحية السلام، لا من السلام أن الأرض توحل حتى لو كانت الأرضية مثلا مشوح، الأرضية صلبة، إذا الأرضية صلبة والماي يتسرب يعني ما في، لا هذا ما في مشكلة، بالعكس يكون الجو يكون أحسن ويرفعون فيها السرعات. نعم، لكن متى ما وصل الأرض الموحلة لأن الخيل ما يقدر يثبت، وخاصة مثل ما تكلمنا أن في أوروبا لفات شديدة، منعطفات شديدة، الارتفاعات صعبة، نزول، فأي عارض أنت ما تبقى أي عارض يصير عندك خيلك يعني لو زلك معناته أنت خارج المنافس. نعم. فعشان كذي أمس كان الوضع أحسن، أما اليوم ارتفاع الرطوبة يعني خلى الخيل تخف بسرعة. نعم، الناس تنتبه أن الميتابوليزم ضروري، لأن قلنا الفحص الريكفري لازم الخيل يفحص بسرعة، إذا الخيل ما فحص بسرعة الناس بتروح عني، فما في داعي للسرعة العالية بما أنك أنت ماسك زمام السباق وماسك الصدارة وماشين ما أقول بحذر ولكن بطاقة الخيل، حاسبين على طاقة الخيل إنه ما تنفذ منهم إلى نهاية إلى خط النهاية. نعم، بمايد طبعا الآن بالمشاركة الجميلة، والآن كما يتحدثون المشاركة في صيف أوروبا بعد ما نغلق الموسم الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يبدو أن موسم قادم في الدولة على القرى الثلاث سواء بوذيب أو قرية الإمارات الدولية القدرة، قرية دبي الدولية القدرة، المنافسة كما عودونا شريفة وشرسة. أتوقع أكثر مما عودونا، لأن المنافسة في موسم دولة الإمارات منافسة قوية كل سنة أكثر من السنة اللي قبلها، عدد الخيل أكبر، عدد الاسطبلات أكثر، الأهداف تكثر، الأهداف تكثر، عدد السباقات نفسها أكثر، لأن صار عندنا كمية سباقات كبيرة، صار عندنا كمية خيل كبيرة، صارت المنافسة أقوى، السرعات أعلى. إحنا كل سنة يكسرون 3 أو 4 ريكوردات سنوياً. فالسباق في الإمارات لهم متعة خاصة. نعم، يمكن حتى أهل الإمارات يعرفون الكلام اللي قاعد أقوله هذا. السباق في الإمارات له متعة غير أي سباق. وين تكون متعة بمايد سباقات الإمارات؟ والله سباقات الإمارات لأنك تقدر تشهد السباق من الانطلاقة إلى النهاية، وأنت ممكن تكون قريب من الخيل وتشوف السباق نفسه. الشغلة الثانية السرعات، عندنا سرعات عالية، الخيول عندنا تأدي الأرض مبسطة، فأداء الخيل يكون أسرع وتشوف إن في تنافس تشوفه قدامك. تحدثنا بالأمس حتى أنا قلت لك نعم هنا طبيعة وأشجار وغابات وجميل، طبعا نحب مثل هذه المناظر، ولكن كلكم يعني أكدتوا على أن اشتقنا الموسم الإمارات. طبعا موسم الإمارات احنا اشتاقنا لأنه موسم مثير. شوف أخوي مسعود، لو حبيت أنا أقارن لك موسم الإمارات مثل يعني حتى مثلا الفارس الإمارات، مثلا الفارس الأوروبي يحاول أنه يجتهد في, 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 في أوروبا عشان يقدر يوصل ويشارك ينافس في موسم الإمارات، مثل لاعب كرة القدم يجتهد في كل دول العالم يجتهدون عشان يقدر ينافس في الدوري الأسباني مثلا. صحيح، نعم، الدوريات الأوروبية الكبيرة، احنا هناك احنا اهم دوري واقوى دوري واقوى موسم في العالم. نعم، واكبر دليل نشاهد يعني يعني مشاركة خارجية انه فقط الاحتكاك، يعني على الاقل سباق او سباقين او ثلاث، انه فقط الاحتكاك مع الخيول الاماراتية تكفي لكي ينافس في مسقط راسه وفي بلاده. طبعا اليوم حتى الحضور احنا مثل ما تكلمنا انه كبير، وان اليوم كان اكثر من 170 خيل مشاركات، لكن اغلبهم يعني شاركوا الاحتكاك مع الفرسان الاماراتيين والخيل الاماراتي اكتسبوا منهم الخبره. نعم، كنا في حديث مع الاستاذ محمد عيسى العضب، طبعا نائب المدير العام لنادي دبي الفروسيه، تحدثنا ان دائما ما نشاهد سرعات عاليه في دوله الامارات بسبب الارض المنبسطه، ايضا طب مش نفس السرعات تقريبا، ولكن الخيول المشاركة في الدولة سرعاتها تفاجئ الناس في الظروف التضاريسية المختلفة. يعني في أوروبا الكل يتوقع أن السرعة قد تنزل إلى 17 ولا 18، لكن تتفاجئ مثل أمس شفنا السرعات 24. الأسباب مايد، خيل اللي يدرب في الإمارات، أنا قلت لك مدربين الإماراتيين هم أقوى مدربين في العالم،
وهم أكثر ناس عندها خبرة في السباقات الماراثون، سباقات القدرة والتحمل، وأنهم يقدرون يعني يخلون الخير يروح بسرعات أعلى. الأوروبيين اليوم يتعلمون من من نعم نعم من المدربين المواطنين الإماراتيين، هم الأقوى. فهم إذا الخيل إذا ركض في موسم الإمارات أو في في في, في سباقات الإمارات أداء يتطور لما أوروبا يؤدي الطريقة أحسن. عشان كذي لما حد يشارك من الإمارات عادة ما تلقى الأوروبيين اللي حاب ينافس لازم يساير الخيل الإماراتية، الفرسان الإماراتيين، المدربين الإماراتيين، حبي لعسس يقدر يكتسب منهم الخبرة إنه يقدر إنه يروح السرعات العالية هذه. ممكن السادة المشاهدين يستغربون زي ليش ما أخلي الحصان يروح سرعة، ما نقدر أخلي الحصان يروح سرعة عالية، ولكن هل بيفحص؟ هاي النقطة الرئيسية، هذه النقطة. هل الحصان عنده اللياقة والجاهزية اللي يقدر يمشي طول المراحل كل المراحل بنفس السرعة اللي يمشي فيها الخيل الإماراتي، ويرجع ويكون ريكفري ماله قوي؟ هم يتفاجئون ما يقدرون، يحاولونهم طبعا حاولوا، لكن متى ما يو عند الفحص طبعا يشوف ان حصانها الخيل الإماراتي يفحص دقيقة ونص، خيولهم ترجع تتريى الخامس والسبع والعشر والعشرين دقيقة. نعم نعم، يعيد الفحص قد يستبعد. نعم، فعشان كذي يستبعدون اكثر. فهم عارفين شو مستوى الخيل الإماراتي، شو مستوى المدربين والفرسان الإماراتيين. نعم بمايد، بالنسبة للمدربين في الدولة، يعني الآن طبعا المنافسة كبيرة بين مدربين الدولة وكثرة المدربين، كيف يعني تصنف مدربين الدولة؟ كيف تشوف مشاركاتهم في الدولة؟ في الدولة مشاركات طبعا قوية، قلت لك يعني انت ما تقدر تقول والله اليوم المدرب فلان هو أقوى مدرب في الإمارات، هذا الكلام ما يجوز وغير صحيح، لأن ما حد يقدر يسيطر على السباقات في الدولة كلهن، الكل يفوز، كل حد له سباقات يفوز فيها. يعني ما أقولك والله مثلا هالدبي في دبي وهالبوظبي في بوظبي وهال، لا هالكلام غير صحيح، كل يشارك والكل يفوز، مدربين كبار، مدربين مخضرمين على مستوى عالي، متى ما تهيأت للفرصة يثبتون لهم سباقات قوية، حطمون أرقام الكل. لو تكلم عن منو ما تكلم، مدربين الإمارات كلهم أقوياء، يفرق بينهم الخيل في النهاية، أنا خيلي قلت لك يقدرون يوصلون لخط النهاية الكل مجموعة، والخيل الأسرع هو اللي راح يسبق في النهاية كلهم هالإنجازات، كل خيلهم تنافس، الكل ينافس. نعم. الكل ينافس. نعم صحيح. نتابع الآن وصول بمايد؟ لا ما أعتقد إنه يكون وصول أحد المراحل، بيختار المرحلة الرابعة. نعم أحد المتأخرين في المرحلة الرابعة. نعم قادم لخط النهاية، طبعا هذا التصوير عن بعد، طبعا باقي له هني يمكن 600 متر أو 700 متر عن وصول خط النهاية. نعم نعم، جميل جميل جميل. اللي نتكلم فيه، اسمح لي أخوي مسعود، تفضل. هني اليوم احنا نتكلم ان خيول الصدارة تتكلم عن 3 أو 4 خيول، في الإمارات لما تقول خيول الصدارة تتكلم عن 30 أو 40 خيل. نعم بمايد، فهذا اللي أقول لك. نعم بمايد، 30-40 خيل في 30-40 مدرب. نعم، حتى لما احنا نفرز الحلقة يعني ودنا نذكر الانطلاقات الخيول، يعني هتلاقي صعوبة انك ودك تذكر 30 واحد، الفروقات يعني تقريبا 30 ثانية دقيقة، يعني مثلا يعني حتى الزحمة تصير على البوابة الانطلاقة. طبعا طبعا طبعا، احنا في الامارات في سباقات الامارات عادة في الانطلاق للوب الاخير يوصلون 20-30-40 خيل مرات، لدرجة انك انت ما تقدر تخمن منو اللي راح يسيطر على السباق، الا قلت لك ما تقدر تخمن الا تشوفه في المراحل الاخيرة، يعني في الامتار الاخيرة تشوف الحصان الاسرع هو اللي. نعم طبعا، الفارس طبعا يتعامل مع كائن حي، اذا الفرق 20 ثانية ولا 30 ثانية يعني يحتاج له 5 و6 ثواني لما ينطلق من البوابة، تلاقي اللي خلفه على طول يعني ورا يكسب الخمس ثواني. نعم خمس ثواني ولا شيء. نعم. الدقيقة تلحق الخمس دقائق، اليوم يلحقوه في الخمس دقائق. نعم، انت تتحدث عن أريام، الفرق 6 دقائق، يعني هي في ما زالت في المنافسة، إذا حدث أي خطأ من أي فارس أو لا سمح الله يعني أي اللي أمر سلبي، اللي يقدر يحدد الخمس دقائق أو 6 دقائق أنك تخليك في المنافسة طول المرحلة الأخيرة. نعم. المرحلة الأخيرة هي أقل مرحلة الأخيرة، لازم يعني قانون دولي فيها أن أقل مسافة ممكن خليها المرحلة الأخيرة 16 كيلومتر. نعم. وأكثر مسافة 20. نعم. إذا كانت 16 فالخمس دقائق تعتبر ممكن تلحق وتي أول. نعم. ولكن صعبة، لكن في 20 نتكلم عن 7 أو 8 دقائق ممكن تيك. نعم. تي أول تلحق الأول. نعم. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى سعود الرئيسي المتواجد عند خط النهاية وآخر الأخبار. سعود تفضل لك الكلمة. شكرا لك مسعود، بالتأكيد أتواجد